اللهم يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين، نسألك في هذا الصباح أن ترفع الضر عنا وعن أحبابنا يا أجود الأجودين، وأن لا تجعل بيننا وبينك بابا إلا فتحته ولا حاجزا إلا كسرته. من على قناتينا الأولى والسادسة لقنوات التلفزيون الجزائري، صبحكم الله براحة البال وصلاح الأحوال. برنامج نتمناه لكم من هنا إلى غاية الساعة العاشرة. خدمتي نافذة خدمتية نفتحها لكم عبر قنوات التلفزيون الجزائري. ابتهالات صباحية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم. يا الله يا كاشف الضر، يا أرحم الراحمين، يا مجيب السائلين. لمن يلحقنا اللحظة واستيقظ اللحظة، أنتم في البرنامج والوجهة الصحيحة، برنامج صباح الخير يا جزائر. كما قلت، نضمن لكم خدمة صباحية ممزوجة بين الأخبار والمستجدات وأكيد الأركان والمواضيع القارة. إذن على بركة الله نبدأ هذا البرنامج الصباحي الذي نفتح به هذه الخدمة الصباحية التي نبدأها مع أحوال الطقس وزميلتنا صباح
صابرينا اللي تحضر معنا في هذا الصباح. صباح السرور والنور يا صابرينا. صباح الخير حياة، صباح السعادة إن شاء الله ليك ولكل مشاهدينا الكرام. كيف أحوالك؟ لاباس؟ بخير والحمد لله. الحمد لله. أحوال طقس النهار اليوم واش تقول؟ يعني يبقى استقرار في الوضعية الجوية حياة، دائما منخفض جوي بعرض البرتغال يبقى يوجه نحو المناطق أو المناطق الجنوبية وحتى الشمالية، تيارات جنوبية غربية محملة ومشبعة بنسبة رطوبة عالية وأيضا تصاعد لهواء حار، وعليه إذن الوضعية الجوية ستبقى مستقرة ولو أن هناك بعض التحسن بالنسبة لحالة السماء مقارنة بيوم الأمس. إن شاء الله ننتظر بعض الأمطار بحول الله تعالى يا صابرينا، هذا ما رانا نتمناوها إن شاء الله. حياة ربما في الأسبوع المقبل بإذن الله. بحول الله، نلقاك بعد الفاصل. شكرا. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس أينما كنتم. صباح الخير مجددا مشاهدينا الكرام. طقس ثقيل ميز يوم الأمس أغلب المناطق الشمالية، هناك تحسن في حالة السماء مقارنة بيوم الأمس هذا خلال نهار اليوم بحول الله على كل المناطق الشمالية، ولو ستبقى بعض السحب العليا منتشرة نحو كل المناطق الشمالية، أجواء شبه رعدية خلال الظهيرة بالنسبة للهضاب العليا كذلك بمنطقة الواحات، وأجواء من مغشى جزئيا إلى قليلة السحب بشمال الصحراء من جنوب الغرب إلى غاية وسط الصحراء، تكون مشمسة تماما من أقصى الجنوب نحو أقصى الجنوب الشرقي نظرا لهبوب رياح معتدلة، ستعمل على تطاير الرمال محليا بأقصى الجنوب نحو منطقة الواحات. بالنسبة للحرارة القصوى المنتظرة خلال ظهيرة اليوم تبقى دائما تفوق المعدل الفصلي وحتى الشهري ما بين 24 إلى 26 درجة على السواحل حتى على المناطق القرب ساحلية، ما بين 21 إلى 23 درجة على الأطلس الصحراوي، في حدود 27 درجة بشمال الصحراء، 26 درجة على كافة الجنوب الشرقي، مرتفعات الهوغار والتاسيلي 28 درجة بتندوف، وتصل إلى غاية 33 درجة هذا بوسط الصحراء تقريبا نفس المقياس بأقصى الجنوب. فيما يخص البحر بإذن الله سيكون قليل الاضطراب خلال نهار اليوم على طول الشريط الساحلي، الرياح ستكون ضعيفة مقارنة بيوم الأمس، تأتينا من شرقية إلى شمالية شرقية هذا خاصة نحو سواحل الوسطى وأيضا الغربية. جولة خاطفة إلى بعض عواصم القارة الأمريكية شمالا، إذن أجواء مشمسة أيضا على جل العواصم إلى مغشت جزئيا، عدا بميامي ننتظر بعض الأمطار الرعدية، 17 درجة منتظرة بموريال، 9 درجات فقط بفانكوفر، 16 بكاليفورنيا، ترتفع إلى 23 درجة بنيويورك وواشنطن، و27 درجة على مقياس ستكون بدالاس. نعود إلى أرض الوطن، وقت غروب الشمس لنهار اليوم على مستوى العاصمة سيكون في حدود 5 مساء و44 دقيقة. دائما لأكثر تفاصيل ولأكثر دقة في حالة الطقس تبقى عناوين مصلحة الأرصاد الجوية في الخدمة. شكرا على المتابعة، يومكم طيب والعودة إلى حياة بعد الفاصل. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس أينما كنتم. شكرا لك صابرينا، وأكيد إطلالة ثانية لمعرفة أحوال الطقس مع صابرينا بعد قليل بحول الله تعالى. متواصلنا دائما معكم في هذا البرنامج الصباحي الخدماتي، بداية أسبوع موفق نتمنها لكم جميعا، اللي راهم خارجين للعمل نقول لهم طريق السلامة بحول الله تعالى، توخي أكيد الحيطة والحذر، وأكيد ضرورة التقيد بكل الإجراءات الصارمة للبروتوكول الصحي المفيد لانتشار لحد من انتشار وباء كورونا بحول الله تعالى، خصوصا في مدارسنا، وهذا لسلاما وضمانا لسلامة أبنائنا بحول الله تعالى. إذا مشاهدينا، شهدت الجزائر ليلة الجمعة إلى خصوصا في نهاية الأسبوع العديد من الحرائق على مستوى العديد من ولايات الوطن. حتى يحطنا في الصورة أكثر نربط الاتصال مباشرة سيد كريم بن حبصي، وهو رئيس خلية الاتصال للحماية المدنية على مستوى ولاية المدية. أقول صباح الخير سيد بن حبصي. ألو، هل أنت في الاستماع سيد بن حبصي؟
على أن يرد علينا الهاتف سي كريم بن حفصي. هل أنت في الاستماع؟ أقول للسيد كريم بن حفصي رئيس خلية الاتصال على مستوى الحماية المدنية لولاية المدية، حتى يحطنا أكثر في الصورة وعن آخر مستجدات الحرائق في الولاية. سيد بن حفصي؟ ونأكد ونقول أنه هذه الحرائق اللي شهدتها ليس فقط مدينة ولاية المدية لكن العديد من ولايات الوطن على غرار تيبازا وهران البوليدة. سي بن حفصي صباح الخير. صباح الخير سيدتي الكريمة، صباح الخير كل مشاهدينا عبر قناة التلفزة الوطنية. كيف حوالك؟ لاباس؟ الحمد لله والله يسهل عليك، خصوصا يعني التعب اللي شهدته الحماية المدنية. مشكورين جدا على الأعمال اللي قمتوا بها في الميدان خصوصا لإخماد الحرائق. شكرا، تحية وشكر متبادلة بين رجال الحماية المدنية وكل الطاقم الصحفي والتقني الذي تابع عن كثب كل تطورات الوضع بخصوص الحرائق التي نشبت عبر مختلف ولايات الوطن. فنزف لكم خالص التهاني والتحية باسم العقيد المدير العام للحماية المدنية إلى كل رجال الإعلام والصحافة المسموعة والمكتوبة والمرئية. نعم سي بن حفصي، كنا شهدنا صور كارثية للحرائق اللي أودت بالعديد من المساحات الغابية. نعم فعلا، الحرائق التي نشبت عبر مختلف ولايات الوطن سجلت لنا صور شنيعة. نعم. خلفت لنا خسائر مادية معتبرة تتمثل في الغطاء النباتي بمختلف أنواع النباتات والأشجار والأحراش والأدغال، وكذلك في الجانب المادي كذلك الحيوانات التي لقت حتفها من جراء ارتفاع درجة الحرارة الموجودة على مستوى هذه الأماكن، وكذلك حتى الحيوانات التي احترقت كانت موجودة على مستوى الإسطبلات وين سجلنا نفوق الدجاج على مستوى هذه المدجنات، وكذلك سجلنا نفوق رؤوس غنم وأبقار وإلى غيرها من الحيوانات التي تحافظ على التوازن الإيكولوجي في هذا الوسط البيئي الذي نعيش فيه. نعم سي بن حفصي، فقط نقول أنه الأسباب لحد الساعة ربما تبقى مجهولة خصوصا أنه الحرائق كانت متزامنة عبر العديد من ولاية الوطن، أليس كذلك؟ نعم، والأسباب أو ملابسات نشوب هذه الحرائق تبقى من اختصاص الجهات الأمنية والجهات المعنية ممثلة في مصالح الدرك الوطني، ممثلة في مصالح الغابات، ممثلة في كذلك الضباط على الحماية المدنية الذين هم يباشرون تحقيقات معمقة. نعم. بخصوص الوصول إلى سبب نشوب هذه الحرائق في العديد من ولايات الوطن وكذلك تقريبا في وقت واحد. نعم، يعني فقط سي بن كريم لو تحطنا في صورة كيف كان تدخل الحماية المدنية، كيف تم إجلاء ربما بعض المواطنين اللي شاهدنا أنه كثير من المواطنين كانوا أصيبوا باختناقات خصوصا في المنازل المحيطة بالحرائق. نعم، هو في الحقيقة عملية التدخل خضعت إلى تقنيات جد محكمة كان يشرف عليها شخصيا العقيد المدير العام للحماية المدنية الذي أعطى تعليمات صارمة بخصوص تقديم أولا يد المساعدة للمواطنين الذين تعرضوا إلى ألسنة اللهب أو تعرضوا إلى جمرات اللهب بحيث ربما تعرضوا إلى حروق على مستوى الوجه وعلى مستوى الأطراف، تم إسعافهم كدرجة أولى إلى أقرب مؤسسة صحية لمكان نشوب الحريق، وكذلك الفوج الثاني كان يقوم بعملية إجلاء المواطنين من السكنات التي كانت بالقرب من ألسنة اللهب تخوفا من وقوعهم كضحايا الحريق. ثم بعد ذلك قمنا كفوج ثالث بحماية الممتلكات والبنايات عن طريق عملية التبريد وإبعاد ألسنة اللهب على هذه البنايات والإسطبلات والمستودعات، والفوج الرابع أو الفوج الأخير الذي كان يقوم بعملية إخماد النيران عن طريق المديرية العامة للحماية المدنية سخرت الفرقة الجوية بالمروحيات من أجل إخماد هذه الحرائق والسيطرة عليها وعدم انتشارها إلى الأماكن المجاورة. نعم أكيد سي كريم، شفنا يعني أثناء حدوث الحرائق شهدت هبة تضامنية من عند طرف المواطنين، لكن عندكم رأي آخر هذا ضمانة لسلامتهم حتى أنه يبتعدوا من كل المناطق اللي فيها الحرائق، ليس كذلك خصوصا في تلك اللحظات؟
وبما أننا في برنامج توعوي تحسيسي، المواطن الجزائري معروف عليه الهبة التضامنية في اللحظات الأولى في العديد من المحطات اللي شاهدتها أو عاشتها الجزائر، سواء في الزلازل أو الفيضانات أو الحرائق الغابات أو غير ذلك. لكن الشيء اللي تخوفنا منه إحنا كرجال الحماية المدنية أننا فعلا نقوم بالتدخل من أجل إخماد الحرائق، لكن كنا نود أن تكون الفاتورة أقل مما سجلناه من خلال المصابين، بحيث على مستوى منطقة تيبازا تم إجلاء، أو منطقة جوريا تم إسعاف أكثر من 35 مواطن تعرض إلى حروق من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية بسبب ألسنة اللعاب التي كانت موجودة في هذه الغابات. والمواطن بالفضول نتاعه يتدخل ربما من دون وجود وسائل الحماية الفردية المتمثلة في السترة الجلدية أو الخوذة أو غيرها أو القفازات، ولذلك هنا في هذه اللحظات يتعرض هذا المواطن الكريم بفضوله رغبة منه في تقديم المساعدة للمواطنين ورجال الحماية المدنية يتعرض إلى حروق، وهذا الشيء اللي احنا كنا متخوفين منه. والحمد لله مصالح الحماية المدنية سخرت كل سيارات الإسعاف وسخرت كل الأعوام بمختلف الرتب لتنظيم عملية التدخل من حيث الإسعاف والإجلاء والإخماد والسيطرة على النار من كل جوانبها. نعم، شكرا لك سي كريم بن حفصي، كنت معنا مباشرة من هذا في ركن صباح الخير يا جزائر. شكرا لك، وأكيد احنا نتمنى لكم كل السلامة، وأكبر تحية كبيرة لكل القائمين على الحماية المدنية اللي كانوا في الميدان ويعني قاموا وعطوا واحد الصورة رائعة جدا، مشكورين جدا. إذا مشاهدينا متواصلون دائما معكم، أسبوع موفق، صباحكم سعيد أينما كنتم، نأخذكم إلى جولة سياحية مع زميلتنا صبرين علوش. حظيرة بهلي، فضاء بيئي جديد ببلدية السمعة ولاية البليدة، والذي يعتبر متنفس جديد للعائلات، حيث تم تهيئة هذه الحظيرة على مساحة تقدر بخمس هكتارات لتوفير الراحة والاستجمام للمواطنين. كانت سابقا مساحة غابية يعني مفتوحة للجميع، تم تهيئتها مؤخرا بطرف مديرية البيئة لولاية بوليدا، وتم منح الإشراف على التسيير المؤقت للمؤسسة العمومية متيجة حدائق من أجل استقطاب العائلات وكفضاء للراحة والترفيه وكمتنزه كذلك. تلقينا إقبال كبير تاع مواطنين من صغار وكبار ومن كل انحاء البوليدا، وجاونا من انحاء الجزائر. حظيره بهلي الحضاريه يعني استقطبت لحد الساعه مدار الثلاث اسابيع الاولى ازيد من 6000 زائر يعني من مختلف شرائح المواطنين والاعمار. تم تهيئه هذه الحظيره بمختلف الاركان، حيث نجد في ظل هذه الاشجار فضاء مخصص للعائلات، وآخر مزود بالألعاب للأطفال، كما نجد مساحة مخصصة للشواء، وهي مبادرة جديدة من نوعها. تحتوي على مختلف المرافق العمومية يعني من مرافق التسلية إلى إضافة إلى ملعب عشب طبيعي، مساحة تتجاوز 8000 متر مربع. الحظيرة بهلي مقسمة لعدة يعني أطراف، الجزء المكان المخصص فيه يعني للراحة والجلوس، الجزء آخر يعني كان الملعب، أما الجزء الثالث هو للمرافق التسلية للأطفال، أما الجزء الأخير هو يعني للشواء، كان على طرف الحظيرة يعني من أجل السلامة وسلامة المواطنين من أي تفادي لأي احتراق أو كارثة. وكما شفنا يعني العمل مركز الشواء هذا كان توجد يعني خمسة أماكن معدة للشواء يعني بتجهيزات حضارية التفادي لأي كارثة وأي يعني من أجل سلامة المواطن. عندنا بزاف اللي زاد الجوع هنا، منها للمواطن يقدر يخلي أولاده في ماتيك أون تو سيكوريتي يلعبوا فيها. رغم عندنا استاد هنا فانيك نكروه للمواطنين، استاد هذا راهو بالعشب الطبيعي ودايرين له امبري ريزوناب، وعندنا فانيك مرافق من جهه المليك في الحديقه راهي ايزولي شويه على مواطنين، دايرين فيها لي باربيكيو نكرو معده الشواء فيها، وعندنا اقبال كبير للمواطنين، وعندنا بزاف مناطق فيها مساحات خضراء ليقدر إنسان يدير بيكنيك فيها، يدير يستريح فيها.
كما تتمتع حاضرة بهلي بالإنارة المولدة من الطاقة الشمسية، فالطاقة المتجددة تقتصد من استعمال الطاقة الكهربائية التقليدية. هيئة حاضرة بهلي قامت بتخصيص يعني أعمدة الطاقة الشمسية على خلاف الأعمدة يعني التقليدية كأعمدة صديقة للبيئة، كأعمدة يعني كحفاظا على المنظر الجمالي والطبيعي للحاضرة. أما العناية والمتابعة بهذه الحاضرة تعود للمؤسسة العمومية متيجة حدائق التي تسهر على الحفاظ على هذا المكسب الجديد بالولاية. كمؤسسة متيجة حدائق كنقوم بصيانة المساحات الخضراء، نقوم بتوسعة الغطاء الأخضر على مستوى هذه الحاضرة باسكو تم استلامها من طرف مديرية البيئة لولاية البوليدة، وحنا قمنا بالتسيير المؤقت لهذه الحاضرة. أول رانا نقوم بصيانة دائمة للحديقة هذه، منها جزر عشب الطبيعي، الغرس، صيانة ألعاب الأطفال، ونقوم فنيك بتجير أشجار. مسؤولية مشتركة ما بين مؤسسات الدولة ما بين المواطنين والمجتمع المدني من أجل الحفاظ على هذا المكتسب البيئي الهام، من أجل الحفاظ على كذلك على نظافة المحيط. احنا خصصنا عدة يعني سلل ومهملات وأكياس كذلك من أجل رفع مخلفاتها بعد يعني بعد المغادرة حاضرة، من أجل حتى تبقى يعني أعوام عديدة للأجيال القادمة إن شاء الله. وفي الأيام القادمة سيتم تزويد حاضرة بهلي بمرافق جديدة توفر المزيد من الراحة للعائلات الوافدة إليها. نتبعوا في آراء المواطنين ونتبعوا في واش راهو خاصهم واش راهم باغيين، فاني كنزيدوا نوفروا لهم زيادة والحمد لله يا ربي. بالنسبة للأشغال يعني أشرفت ولا زلت تشرف عليها مديرية البيئة ولاية البوليدة يعني من محلات وموقف للسيارات، ومن هذا يعني الافتتاح يكون على مستوى 4 أيام من الأسبوع، الثلاثاء والخميس والجمعة والسبت. تبقى الأيام الأخرى هي عملية استكمال وتوسيع مختلف الأشغال المتبقية من طرف المديرية المعنية. هو مكسب جديد يضاف إلى المساحات الخضراء بولاية البوليدة، وجميل لو تتعمم هذه الفضاءات البيئية على كامل التراب الوطني، ويبقى الحفاظ عليها مسؤولية يتقاسمها الجميع. صحتك زميلتنا صابرين علوش على هذا الموضوع، أكيد أنه كانت عندك رحلة وأخذتينا في هذا الصباح معك. ولكن مشاهدينا الأفاضل أن نغتنم الفرصة بما أننا في برنامج توعوي تحسيسي، أكيد أنه نهاية الأسبوع كنا شاهدنا سواء تعلق الأمر بوسائل على مواقع التواصل الاجتماعي أو على قنوات التلفزيون، الكل يعني بث مظاهر سلبية لحرائق الغابات، وإحنا إن شاء الله نتمنى أنه مثل هذه المظاهر ما تعاودش ترجع. شاهدوا مثل هذه المظاهر الجميلة، المساحات اللي أكيد المحافظة عليها تبقى على عاتقنا ومسؤوليتنا، وهي أكيد ثروة وثورتنا الغابية الجميلة بحول الله تعالى. مستمرون دائما مع التوعية والتحسيس والسلامة المرورية بعد فصل قصير. وضيفنا لنهار اليوم، أقولوش ضيف لكن هو يعني صاحب البيت، سيد محمد الصداقي محافظ الشرطة. صباح الخير وكيف حوالك؟ حيث نقول لك صباح الخير، نقول لكل السادة المشاهدين اللي راهم يتابعونا كل يوم أحد خلال هذا الركن الخاص أو الفقرة الخاصة بالسلامة المرورية، نقول لهم إن شاء الله تكون بداية أسبوع موفقة لهم ولكل المواطنين الجزائريين. ما ننسوش أيضا باللي أنه الفترة اللي رانا نمر بها وهي جائحة كورونا أو فيرو الوباء أو فيروس كوفيد 19 اللي يطلب منا المزيد من اليقظة والحذر الصحي. هنا ما نقولش اليقظة والحذر الصحي ولكن نقول من الناحية الصحية، سواء أخذ الاحتياطات اللازمة من غسل اليدين سواء بصابون الماء أو حتى بالمطهر الكحولي، وأيضا
ما ننسوش باللي اليوم تنقلاتنا او حتى الحياه اليوميه تطلب تاعنا انه هناك تباعد جسدي، ترك مسافه امنيه ما بيناتنا، اللي صح بالفعل انه نتلاقوا مع الاحباء نقعدوا في جلسات، ولكن ينبغي علينا ان نتفاداها، ولكن نتفادى ايضا او حتى نحكم العقل من خلال ترك تلك المسافه، لانه انتقال الوباء او انتقال هذا الفيروس له خصوصيه خاصه، وبالخصوص اليوم نحن على موعد او نحن في فصل لدرجة الحراره هي في انخفاض مستمر، وبالتالي حتى الانفلونزا حتى ما نقولش نحن كثره الفيروسات في هذا المرحله بطبيعه الحال حتى ما نكونوش في مكان الاطباء، ولكن نحذرهم من خلال انتقال هذا الوباء، حتى مصالح المديريه العامه للامن الوطني اللي راهم جندت كل طاقتها البشريه والماديه وبالخصوص الاليه تاعها اللي راهي تقوم بعمليه تعقيم المؤسسات التربويه، نفتح قوس خاص بالتلاميذ والطلبه نقول لنذكرهم لانه مصالحنا راهي مجنده لتوعيتهم لتحسيسهم من خلال الدروس النظريه والتوعيه اللي رانا نقدموها لهم على مستوى المدارس، سواء في شقه المتعلق بالسلامه والامن عبر الطرق او في الشق المتعلق بالتوعيه من وباء فيروس كورونا، سواء من كيفيه انتقاله او كيفيه او اخذ المعايير الصحيه في هذا المجال. نعم اكيد اخذ المعايير الصحيه وتطبيق كل الاجراءات الوقائيه، لانه كما تفضلت وقلت سي صداقي انه هذا الفيروس ما يتنقلش من نفسه، ولكن احنا نكونوا ناقلين الفيروس او ننقلوه من مكان الى اخر، وهي اجراءات يعني خلاص الحمد لله اليوم حتى الاطفال يقدروا يطبقوها، ويعني ليست بشيء الهين، يعني ماشي حاجه صعيبه كثير انه يطبق الانسان التباعد الجسدي او وضع القناع الواقي، ليس كذلك؟ والله الاحتكاك المباشر مع كل المواطنين الجزائريين سواء كان من الاصدقاء او حتى من الاحباء او حتى من الزملاء في اماكن عديده، نشوف باللي النظره اللي رانا نشوف فيها باللي انه هناك رد فعل ايجابي ما بين الحمد لله الاب والابن، حتى الطفل في حد ذاته لديه ثقافه من نوع خاص انه يرتدي الكمامه، بالفعل هناك ارتداء انواع تاع الكمامات، ولكن الاهم والاهم من ذلك هو كانه يرتدي الكمامه كي يتوجه الى المدرسه ومن ناحيهاش طيل فترات الدراسه حتى يولي المدرسه، وهناك مرافقه حثيثه من طرف الاولياء وحتى ما نقولش بالاولياء ولكن حتى المدرسين او الطاقم المشرف على التربوي اللي راه يقوم بعمل في هذا المجال، نحييهم ايضا، ولكن تبقى العمليه مستمره لانه اليوم لازم علينا تكون لدينا ثقافه من ثقافه خاصه الى شفنا نوع من هذه الاعراض بادره علينا الا ونتوجه بصفه مستعجله الى اقرب طبيب او الى اقرب مصحه استشفائيه او حتى لنقوم بعمليه العزل بعد اخذ من تلك الوصفات الطبيه حتى نتفاداو ونكون ضحيه ويكون عندنا الاستباقيه في رصد هذا الوباء او رصد هذا الفيروس بداخل الجسم الانسان. نعم اكيد العزل البيتي وكذلك اذا خصوصا الانسان اذا كان حس ببعض الاعراض اللي او كان خالط انسان عارف باللي راه مريض، انا نظن انه من الاحسن انه يبقى في المنزل ويشد اطفاله، خصوصا ما يبعثش اطفاله للمدارس في هذه المرحله اذا كان هو حس انه عنده اعراض واطفاله عنده اعراض، وهذا ضمان سلامه المؤطرين التربويين لهم سهرين على تربيه ابنائنا وواقفين على دراستهم بحول الله تعالى، وحتى ان شاء الله تستمر الدراسه، لما لا؟ احنا كنا نتمنوها وان شاء الله تتبنوا وتستمر الدراسه. اذا سي صداقي اليوم راح يكون موضوعنا حول كيف نهيئ السائق لاحوال تقلبات تحول الطقس. والله بالفعل اليوم نتحدث عن فقدان الحياة من طرف المواطنين أو طرف مستوى من طرف مستعمل الطريق على مستوى الطرقات، في غالبية الأحيان تشير الإحصائيات إلى أنه العامل البشري يبقى له دور مهم وله أو حتى نقول نسبة الكبيرة من حوادث الطرقات، إلا سببها الرئيسي هو العامل البشري أكثر من 98%، دائما نقول 97-98% هي العامل البشري، ولكن الكثير من الحالات لازم يكون هناك نوع من التفصيل، نوع من تذكير المواطنين، نوع من تذكير مستعمل الطريق، بما أنه نحن على موعد على ما هو مرتقب من امطار او في بعض الحالات الاخرى نشوف لانه هناك ثلوج او حتى الساقع على مستوى الطرقات، حتى الطريق في بعض الحالات يكون زلج، ولكن هنا الاستباقيه في بعض من الامور للعديد من السائقين او اللي راهم يمتلكوا المركبات، كاين منهم اللي راه يقوم بها بصفه انيه بصفه دوريه، وكاين اخر اللي يتغاضى عليها ويدخل يترك المركبه حتى تتوقف من حينها، ونشوفها متوقفه على مستوى الطريق السريع، متوقفه على اماكن سواء كان في فترات من الليل، وحتى نشوفوا انه الفتره اللي المركبه توقف فيها وتتعرض الى اعطال تكون في فصل تكون فيه الامطار كثيره، حتى عمليه تصليح المركبه او تغيير العجله في ذلك المكان راح تاخذ وقت، وبالتالي راح يتعرض الى وعكات او وعكات صحيه في فترات متقطعه من الليل، ولكن نقول باللي انه الابجديه والاهم من ذلك نحن عندما نستبق ذلك الامر من خلال تهيئه تلك المركبه، اولا من ناحيه الوثائق، اليوم نحن على ما نذكر دائما المواطنين باللي انه المركبه باش تقودها لازم لك رخصه السياقه مع
عليك الا وتقوم بمراقبه تاريخ صلاحيه تلك الرخصه، لانه هناك تاريخ اصدار وتاريخ نهايه الصلاحيه بحسب طبيعه الشخص. ما ننساوش بلي مش كل الاشخاص اللي يمتلكوا فترات 10 سنوات، لكن هناك الذين يمتلكون امراض مزمنه او حتى منهم هم محترفون مثل سائقي وسائل النقل الجماعي لديهم رخص خاصه او تاهيل في هذا المجال. الشيء الاخر ايضا نشوف انه عندما يتفقد الوثائق يتفقد ايضا البطاقه الرماديه، يتفقد الوثيقه بوليصه التامين، يتفقد لانه ما ننساوش حتى وثيقه التامين في حد ذاتها ايضا هي لها نهايه صلاحيه. ما عليه الا يقوم كثير من الناس ينساو التامين بطبيعه تروح الحال. يعني الفتره تاع التامين ويقول لك انا في ميزوره مازال وبعد يوقع في مشكل او حتى ربما لا سمح الله يكون حادث، هنا راح توقع الكارثه الكبرى. والله بالفعل ما ننساوش من جهه اخرى ايضا نشوف باللي المركبه هي ايضا راهي محل عمليه مراقبه تقنيه في احدى الوكالات الخاصه. يتغاضوا على ذلك الفعل، ولكن نقول باللي انه عندما تقوم بتقديم تلك المركبه تاعك الا وراح يعطيك اذا كان هناك عطب او اي خلل في المركبه الا وراح يستخرج من تلك العمليه الرقابيه وتروح تصلحه وتوضع المركبه في محل سير. من جهه اخرى ما ننساوش ايضا لافينيت اللي دائما المواطنين نذكروهم باللي انه كاين هناك وقت على الاقتناء تاعها، كاين المواطن ايضا او العديد من السائقين يتغاضوا على ذلك الفعل، وبالتالي هنا حتى ما نتوجهوش الى الشق العقابي وهي المخالفات المروريه. نعم هنا كل نقول لاعوان الشرطه اللي راهم في الميدان راهم يقوموا بعمليه المراقبه الدقيقه والحديثه لكل المركبات التي يتم استيقافها على سواء نقاط المراقبه المروريه او من طرف الدوريات، الا راح تقوم به العمليه الروتينيه. الا ما كانش مثل هذه الوثائق راح يتعرض الى مخالفة مرورية بحسب طبيعة الفعل المرتكب. نتوجه إلى الشق الآخر وهو العملية الرقابية الخاصة بالمركبة في حد ذاتها. اليوم اللي شفنا باللي نحن على موعد مع فصل اللي راح تكون فيه الأمطار، راح فصل اللي راح تكون فيه الثلوج، وبالتالي هنا العملية الأولى راح نقوم بعملية مراقبة مسيحة الزجاج في حد ذاتها، إذ صلاحيتها في الكثير من الأحيان نشوفها هي معطلة، وبالتالي نأخذ جهة استباقية وروح نصلحها أو حتى نغيرها في حد ذاتها لتعطيني، لأنه الرؤية في حد ذاتها اليوم إذا قلت المركبة ما كانش عندي رؤية واضحة أو حتى ما تمكنيش في فصل اللي تكون فيه الأمطار غزيرة إذا كانت غزيرة جدا بطبيعة الحال راح تكون الرؤية لديها أهمية كبيرة. شيء آخر من اللي تحدثوا عليه هي أيضا الماء الخاص بمساحة الزجاج اللي يكون متوفر في المركبة. يعني هي عندما نتحدث عليه نقول باللي هي عملية بديهية، هي عملية ما تخش الوقت بالنسبة لكل العديد من المستعملين للطريق وبالخصوص منهم مالكي المركبات، ولكن نشوف باللي الأثر تاعها بالنسبة للحوادث المرورية راح يكون كبير وكبير جدا. من جهة أخرى ايضا ما ننسوش باللي المركبه في حد ذاتها راهي تمشي على عجلات، تلك العجلات ما علينا الا نقوم بعمليه مراقبتها، لانه في الكثير من الاحيان او غالبيتها يترك السائق ويتغافل عليها حتى نلقاوها ملساء، او في بعض الحالات الاخرى نشوف لانه حتى الحديد هذاك الخاص بالعجلات نلقاوه خارج. هنا هي مخالفه مروريه يتم معاينتها وهي محل رسمي طرف مصالحنا، ولكن هنا نذكر باللي انه الاطارات الخاصه بفصل الشتاء اللي لازم على المواطنين انه يقوم بعمليه تركيبها بالمركبه، لانه حتى سيلان المياه بداخل تلك العجلات في تلك الفتوحات هو اللي راح تمكنه أن يشير بطريقة آمنة في أي طريق أو في أي مركز أو في أي محور. من جهة أخرى ما ننسوش بلي نظام الفرملة في حد ذاته اللي نأكد عليه الكثير من المواطنين يتغاضوا عليه ويترك المركبة في حد ذاتها تسير بطريقة آنية أو حتى ما يكونش رد الفعل تاعو في وقت، حتى رد الفعل للكبح لازم يكون الحالة تاع المركبة في كل حالتها وأحوالها. هنا العديد من المواطنين يتسألوا والعديد من حتى منهم مستعملي الطريق يقول لك بلي انه اذا ارتكبت مخالفه مروريه او كنت متورط في الحادث المروري، احنا عندما نستنتج او نقوم بما هو لازم من خلال الدراسه التقنيه على مستوى الميدان نقول بلي انه نظام الفرمله كان معطل، هنا يقول لك مش هو العامل البشري ولكن هو خاص بالمركبه. هنا نفتح قوس ونشير بلي انه الخطا البشري انه ما قمش بعمليه رقابه تلك المركبه تاعك هي اللي ادت انه أكيد. تكون متورط في ذلك الحادث المروري. الشيء الاخر اللي دائما نتاكد عليه انه الفترات الليليه هي كبيره خلال فصل الشتاء. نعم صعيبه جدا وصعيبه، بالتالي نقول باللي الاناره، هنا دائما نذكر الاناره، والاناره في حد ذاتها كاين الاناره اللي راح تعطيني نكون انا مرئي بالنسبه للمركبات اللي يكونوا في الخلف ولا في الامام حتى يشوفوني في المكان تاعي. من جهه اخرى ما ننساوش باللي الاضواء اللي راح تعطيني الوضوح للطريق امامي لها اهميه كبيره، او حتى منها من هو الخاص بتغيير الاشاره من الغمازات
الحالات الكثير من المواطنين يتغاضوا عليها ويخلوها في بعض الحالات معطله وبالتالي رحيق ضحيه خلال سواء في الفترات المسائيه والفترات الصباحيه. مثل ما رانا نشوفوا هناك العدد الكم الهائل من المركبات اللي راه يدخل المناطق العمرانيه والحضاريه على مستوى الولايات الكبرى، ولكن اذا كان غير مزود بمثل هذه الاضواء الخاصه بالاناره الا وراح يتعرض الى حوادث مروريه، ومن منهم اللي شفنا انهم العديد منهم كاين سواء حتى الصحه نتاعو في حد ذاتها راهي ليست في كل حالاتها ولا ليست في كل احوالها، وبالتالي دائما ندعوهم الى ضبط نفسهم والتحلي بروح الحذر الحيطه والحذر. يبقى انه عندما نقيس من جهه اخرى نتوجه الى عامل اخر وهي ضبط النفس، لانه بعد ما تحدثوا على المركبه نقول هناك التصرفات اللي راه يقوم بها السائقين سواء كانت مناورات تجاوزات خطيره عدم ترك مسافه المسافه الامنيه او حتى في بعض الحالات الاخرى نقول الاستعمال يدوي الهاتف النقال بداخل المركبه، كل هذه التصرفات هي تصرفات اللي راح تشتت الذهن وتشد التركيز في خلال هذه الفتره، لانه عندما نشوف الضوء في حد ذاته هو ناقص فترات ليليه هي كبيره، اذا كانت هناك امطار يكون لازم علينا يكون هناك تركيز في حد ذاته تركيز كبير، وبالتالي نقول بلي كل من هذه النصائح والارشادات اللي رانا نقدموها له هي في صالحه. ولكن يبقى انه اخيرا نشير بلي انه مصالحنا راهي تجند كل طاقتها البشريه والماديه في مجال تسيير الحركه المروريه اللي تبقى نضمن عدم انقطاعها وتسييرها بداخل هذه المناطق العمرانيه، ولكن من جهه اخرى هناك عمليات رقابيه لردع المخالفين، لانه شفنا العديد من السائقين اللي راهم متورطين في الحوادث المروريه، في بعض الحالات راهم يكونوا معتادين، في بعض الحالات الاخرى ما يضبطش نفسه من خلال هذه التصرفات اللي وضعنا تشكيلات امنيه لضبطهم ورصدهم وتوقيف هذه من هذه الفئه من المخالفين. وحنا نشدوا كذلك بما انك معنا سي صداقي على اصحاب سائقي اصحاب الشاحنات، يعني الشاحنات الكبيره خصوصا في الطرق السريعه، وكنا تحدثنا مع سيدة فاطمه خلاف على هذا الموضوع وكنا شددنا الكلام انه السائق، وهنا ترجع المسؤوليه دائما نقولوا السياره ام الطريق، اذا كانت السياره او الطريق الاول السبب الرئيسي نظن هو الانسان في حد ذاته، المسؤوليه هي على عاتق الجميع. والله بالفعل دائما يبقى انه الحادث المروري في حد ذاته هو غفوه او هو لحظه او هو ثانيه او ثواني فقط من عدم التركيز من فعل اندفاعي اللي راه يبادر به ذلك الشخص، وبالخصوص هنا نقول باللي وسائل النقل الثقيله من الشاحنات او اللي تتطلب تكون عندنا معايير خاصه في قيادتها، معايير خاصه في التكوين لاكتساب رخصة السياقة اللي تخص ذلك الفئة من الوزن، وبالتالي نطلب منهم أنه يكونوا حاذرين حتى ما ننساوش بلي أنه المسافات الطويلة اللي راهم يقودوا فيها تلك المركبات، سواء هنا نقول بلي أنه هناك مركبات النقل وهناك مركبات الخاصة بنقل المسافرين، كاين النقل العمومي ونقل المسافرين، هنا نقول بلي أنه المسافة إذا كانت نقل المسافرين حتكون طمة الكبرى، يعني إذا كان خصوصا إذا كان مسافرين بزاف داخل الشاحنة لأنه المسافة داخل الحافلة، المسافة الطويلة اللي راه يقطعها ذلك السائق تطلب انه ياخذ اوقات متقطعه للراحه، وايضا هناك سائق اضافي لاهميه السائق الاضافي لانه راح يتركك تاخذ كل الثقه في نفسك كل الهدوء تاعك او استرجاع الامكانيات البدنيه والنفسيه والصحيه تاعك اللي تمكنك انه تقسم الطريق، يقود انت قلت مسافه طويله ما بين 1000 كيلومتر او 2000 كيلومتر او 1200 كيلومتر بدون انقطاع، هنا سوف تتعرض الى حادث مرور لا محاله او الى غفوه، لانه في بعض الحالات الاخرى نذكر بانه الغفوه هي من التعب والإرهاق، وبالتالي الإرهاق في حد ذاته راح تكون تلك اللحظات هي لحظات المنح والموت، لحظات نحو لا محتومة، وبالتالي ما علينا إلا نكبح أنفسنا، راه كاين أماكن خاصة كاين محطات خاصة تتوقف لربع ساعة نص ساعة أو حتى إلى تقريبا تأخذ وقت لتسترجع الإمكانية تاعك حتى تقود المركبة من دون حوادث مرورية. هذا فقط إذا كان المسافة ليست طويلة، لكن إذا كانت المسافة مثلا من تبراست أو أدرار، يعني والحمد لله الجزائر طويلة وعندنا طرق كبيرة الله يبارك، يعني هنا ضرورة وحتمية السائق الثاني، أليس كذلك سيستاقي؟ بطبيعة الحال هنا يبقى أنه الإشارة أن لهذه المسافات الطويلة لازم يكون هناك السائق الإضافي، لكن إذا شفنا بلي أنه التنقل بالنسبة لوسائل النقل الجماعية أو النقل البضائع على مستوى العاصمة تحكم أو تحكم على مستوى الولايات الكبرى أو بداخل المناطق العمرية يتحكمه معايير خاصة في التنقل حتى ما تشكلش خطر بالنسبة لجميع المواطنين الآخرين اللي راهم يتنقلوا معك، ما ننسوش بلي أنه الطريق هذا راهم يتقسموا سواء كانت المركبة أو حتى الدراجة النارية الحافلة أو حتى المشاة اللي هنا اللي هم أيضا لهم دور ونوجه لهم أو ندعوهم من هذا المنبر أنهم يتحلوا بروح الحيطة والحذر والتنقل.
الكل وما يقطعوش الطرقات في كل الاماكن اللي راح تشكلهم اخطر على مستوى تلك المحاور. هنا نشوف بلي انه هناك كاين المحاور مزوده بالاشارات المروريه الضوئيه، راهي مزوده بالمساحات الخاصه الكافيه بقطع الطريق، ولكن غالبيتهم بقطع الطريق يكون في الطريق السريع، يقطع الطريق في اماكن اخرى اللي يتعرض عليها اللي يتعرضوا للخطر، ونشوف انه السرعه تاع المركبات راح تكون كبيره، وعلى الرغم من ذلك يكون مندفع هنا حتى في الوصول الى المكان المحدد في اقرب فاصله او في اقرب وقت. هو انت راك على موعد مع الموت ومن موعد مع الحادث المروري. هنا في ندعوهم دائما انه روح مثل كما نقول لك انت تنوض بكري وتلحق في وقت قياسي وما تخش تلك المجازفه وتكون ضحيه. أكيد ربما ستصدقي في الأخير رسالتك لكل المواطنين، خصوصا إذا نحن نعرف أنه الجزائر تحت المراتب يعني وللأسف الأولى في من ناحية حوادث المرور والوفيات بأسباب المخلفات حوادث المرور. والله هنا نقول بلي أنه مصالح المديرية العامة للمواطنين اللي نشيد بالمجهودات اللي راهي تقوم بها، نقول بلي أنه هناك انخفاض في كل المؤشرات من سنة إلى سنة الحمد لله. نحن لا نقع في المراتب الأولى لأنه شفنا البلدان العالمية الكبرى هي بالنسبة لحجم المركبات أو بالنسبة للحظيرة الوطنية الخاصة بها إلا وعندها عدد هائل بالنسبة للحوادث المرورية. اليوم الجزائر رانا على موعد مع نقول بلي أنه تحدي كبير وهو تغيير السلوكات، لاحظناه وما زلنا نلاحظوا على مستوى الطرقات، هناك انخفاض محسوس في هذه المؤشرات، ولكن يبقى أنه الدافع تاعنا من خلال تغيير سلوكاتنا، من خلال التوعية، من خلال التحسيس، والحمد لله اليوم الأطفال راهم يقوموا بالأطفال الصغار أو حتى نشوف المؤسسات التربوية اللي راهي تقوم بدفع فيها في مجال السلامة والأمن عبر الطرق، النتائج راهي إيجابية إن شاء الله. نحن في دفع مستمر، ولكن كنهاية نذكر باللي تجنبنا للحوادث المرورية هو من تجنب التهورات ومن تجنب الاندفاعات. أكيد وكل مجند من أجل نشر هذه الثقافة المرورية عند النشء وعند المواطنين. شكرا لك سي صدقي على كل هذا الكلام والتوعية والتحسيس من خلال برنامج صباح الخير يا جزائر. نلقاك بحول الله تعالى في الأسبوع القادم بحول الله إن شاء الله. شكرا لك. إذن متواصلنا دائما معكم. لمن حضر لنا يحضر معنا الآن وهو على مائدة القهوة نقول لكم بصحتكم، ولمن هو يعني ماشي للعمل نقول له طريق السلامة، وأكيد توخي الحيطة والحذر بحول الله تعالى، وأكيد التقيد بكل الإجراءات الوقائية الخاصة بالبروتوكول الصحي لانتشار وباء كورونا. تلقاكم صبرينا في تذكير ثاني لأحوال الطقس مرة أخرى. صبرينا حياة. صباح الخير لكل مشاهدينا الكرام. نعم صبرينا أكيد كنت تشاهدي معنا السيد صداقي تكلم عن أحوال الطرقات وعن أحوال الطقس اللي راهي قادمة بحول الله تعالى، وبما أنك مختصة في الطقس واش تقدري تقولي لكل المواطنين خصوصا السائقين في هذه الفترة؟ نعم حياة، خاصة يعني السائقين متوجهين نحو المناطق الجنوبية والطرقات الجنوبية، هناك تطاير للرمال محلي بالجنوب الشرقي بأقصى الجنوب، هذا يعني سيجعل الرؤية رديئة نوعا ما، وعليه يجب أخذ الحيطة والحذر. أما بالنسبة للمناطق الشمالية هناك تحسن نوعا ما في حالة الطقس، ربما خلال الصباح الباكر يبقى أهم شيء يعني نوصي به الإخوة السائقين هو تواجد الضباب المحلي، هنا أيضا الرؤية ستكون متوسطة نوعا ما، وعليه أيضا يجب أخذ الحيطة والحذر. شكرا لك. أحوال الطقس بعد فصل قصير يا صبرين. تفضلي. شكرا. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس أينما كنتم. صباح الخير مشاهدينا الكرام. تبقى الوضعية الجوية مستقرة، لكن هناك تحسن في حالة السماء مقارنة بيوم الأمس حيث كان طقس ثقيل، أجواء مغشاة على أغلب المناطق الشمالية وحتى الجنوب الغربي وشمال الصحراء. نهار اليوم بحول الله ستنتشر سحب عليا لكن ستكون أقل كثافة مقارنة بيوم الأمس، وعليها الأجواء ستكون مغشاة جزئيا على أغلب السواحل، شبه رعدية خلال الظهيرة بالنسبة للمرتفعات والهضاب العليا، أجواء مغشاة جزئيا أيضا على الجنوب الغربي شمال الصحراء وسط الصحراء، احتمال سماع بعض الرعود نحو منطقة الواحات، يبقى الصفا يميز أقصى الجنوب لكن هنا احتمال لتطير الرمال إلى غاية الجنوب الشرقي، وعليها الرؤية ستكون متوسطة. فيما يخص الحرارة القصوى
تعرف بعض التراجع، لكن دائما تبقى مرتفعة وتفوق المعدل الفصلي وحتى الشهري، تقارب 26 درجة بالعاصمة بتيزي وزو، 28 درجة على مقياس شمالا بتلمسان، 25 درجة بعنابة، 24 درجة بوهران، مقاييس ما بين 23 درجة ببشار إلى غاية 27 درجة بشمالي الصحراء، 26 درجة بالجنوب الشرقي بمرتفعات الهجار وتاسيلي، تبقى تفوق 30 درجة من وسط الصحراء نحو أقصى الجنوب. فيما يخص الملاحة والصيد البحري، البحر سيكون قليل الاضطراب على طول الشريط الساحلي، الرياح أيضا ستكون ضعيفة، تأتينا الشرقية أحيانا شمالية شرقية بسواحل الوسطى والغربية. جولة خاطفة إلى بعض عواصم شمال قارة أمريكا، حيث بإذن الله الأجواء أيضا هناك ستكون مشمسة إلى مغشط جزئيا عدا بعض الأمطار الرعدية التي ستميز مدينة ميامي. فيما يخص الحرارة لن تتعدى 9 درجات أقول بفانكوفر، تصل إلى 17 درجة بموريال، 23 درجة بنيويورك وواشنطن، 16 فقط بكاليفورنيا، 26 بميامي والمكسيك، وترتفع بدرجة واحدة نحو دالاس. نعود إلى أرض الوطن. على مستوى العاصمة وضواحيها وقت الغروب لنهار اليوم سيكون في حدود 5:44. دائما لأكثر تفاصيل تبقى عناوين مصلحة الأرصاد الجوية في الخدمة، تبقى أيضا حياة في خدمتكم بعد الفاصل. أتمنى لكم يوم سعيد. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس أينما كنتم. أكيد صبرينا شكرا لك، ويلقاك المشاهد الكريم طيلة يوم النهار اليوم عبر قنوات التلفزيون الجزائري. إذن صباحكم سعيد، صباح الطاقة الإيجابية، استقبلوا يومكم بكل ما هو جميل، ولا تجعلوا أي شيء يعكر أذهانكم وصفوفكم في خلال هذا اليوم، وتأكدوا دائما أن يومكم أنتم من تصنعونه. إذن بالكلام الجميل والكلام الجيد الذي يبعث هذه الثقة بالنفس، نستقبلكم من برنامجكم صباح الخير يا جزائر، ونقدم لكم هذا المديح. قضى الله للأخلاق أن تتجسد فقال كوني فكانت محمدة، وكان خلقه صلى الله عليه وسلم أكيد القرآن، ففيه محاسن الأخلاق، ولن تستقيم حياتنا إلا بقراءته. مجددا صباحكم سعيد أينما كنتم مشاهدينا الأفاضل، دائما تفاءلوا بالخير تجدوه، وثقوا بأن ما مضى خير وأن القادم أفضل بحول الله تعالى. إذن نربط الاتصال الآن مباشرة بزملائنا من المحطة الجهوية لبشار وجنوبنا الغربي الكبير، وزميلنا هشام يرفع. صباح السرور والنور والنور يا هشام من برنامج صباح الخير يا جزائر واستوديو المركزي، تفضل. في كل مكان من برنامج صباح الخير طبعا من محطة بشار للتلفزيون الجزائري، ضمن هذه الجولة الصباحية للتلفزيون الجزائري. إذن أهلا بكم جميعا، وفي إطلالتنا وقفتين الأولى تتعلق باليوم الوطني للحرفي الذي يصادف غدا بحول الله كل 9 نوفمبر، وللحديث عن هذا الموضوع أستضيف معي هنا في هذا الصباح السيد هاشم علاوي مدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف لولاية بشار. صباح الخير وأهلا وسهلا بك. صباح الخير واهلا وسهلا، وشكرا على الاستقبال على مستوى المحطه الجهويه بشار. احنا ممتنين لكم يعني وللطاقم التقني وللمسؤولين على المحطه. شكرا بارك الله فيك. انتم كذلك شكرا على تلبيه الدعوه، وطبعا الحديث عن هذا المناسبه الوطنيه السنويه التي نقف عندها كل 9 نوفمبر ياتي في هذا العام في ظروف استثنائيه. التحضيرات جارية على قدم وساق لإقامة الاحتفائية لكن بشكل آخر. نعم نعم، كما تعلم سي هشام أن الظروف الوبائية اللي تمر بها البلاد يعني خلاتنا يعني أننا نتأقلموا مع الوضع الوبائي باحترام بروتوكول الصحي المعتمد من طرف وزارة الصحة واللجنة العلمية للحكومة. وفي هذا الاطار يعني سوف يعني قلصنا المده نتاع المعرض اللي ان شاء الله غادي ننظموه على مستوى دار الصناعه التقليديه، وتخلينا على المعارض اللي ربما كنا ناويين باش نقوموا بها على مستوى بعض يعني كما بني عباس الولايه المنتدبه وتاغيث نظرا للظروف الراهنه.
وقلصنا ثاني المدة للمعرض إن شاء الله غادي يكون مفتوح لمدة يومين فقط، يوم الثامن والتاسع. يعني ابتداء من اليوم؟ ابتداء من اليوم نعم. فيه مشاركة واسعة للحرفيين؟ وحتى المشاركة في الحق الطالب كاين، هو المشاركة محلية والطالب كاين، ولكن نظرا للظروف الوبائية يعني حاولنا أننا نقلصوا من عدد الحرفيين فقط. نعم لإجراء الاحتفال الرسمي على مستوى دار الصناعة التقليدية. في تواصل مع الحرفيين لشرح الأمر هذا، لإقناعهم بضرورة تخلي الواحد منهم عن المشاركة في هذه الفعاليات؟ طبعا هو لازم، لأنه أصلا الحرفي راه على علم يعني بالظروف اللي راه تمر بها البلاد، وهذا الأمر اللي يخليه أنه يقتنع باللي مشاركته يعني تكون على مستوى المحل تاعه، ولا على يقدر على مستوى المحل تاعه يدير يعني ممكن أنه يحاول أنه يحيي المناسبة طريقته الخاصة. نعم. شعار هذه السنة يربط الأمس باليوم. نعم، شعار هذه السنة الذي اعتمدته وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، والحرف إبداع الأمس وفخر اليوم. نعم. يعني هو المعروف أنه العمل الحرفي هو عمل إبداعي في الأصل، يعني أنامل الحرفي تبدع يعني في المصنوعات اللي يقدمها الجمهور. والشق الثاني من الشعار اللي هو فخر اليوم، انه الحرفي في بدايه الوباء ولا في المرحله الاولى للوباء كانت لهبه الحرفي من ضمن يعني الاوائل على مستوى الوطني في توفير العتاد الوقائي على مستوى المحلي والوطني. نعم. عندما نقول فخر الصناعة نعود نعكس الشعار بشعبيته، نقولوا الولا ما خلاوش يعني قاموا بشيء الكثير، الآن نقف عند هذه الصناعة وفخر هذه الصناعة لتثبيتها وتثمينها وتطويرها كذلك مع حفاظ على جوهرها. نعم، وهذا دورنا يعني كغرفة ولا كسلطة يعني على مستوى محلي أو حتى على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، هذا الدور هو أنه المحافظة على الموروث. نعم. الموروث الثقافي والتقليدي المحلي ولا الوطني، وكذلك محاولة الإثراء نتاعو، وفي الشق الثالث اللي هو الترقية نتاع المنتوج الوطني إلى مصاف التصدير. نعم. أشهر أنواع الإنتاجات التقليدية المعروفة في المنطقة خاصة في السنوات الأخيرة؟ حق السنوات الأخيرة يعني عرفت بعض النشاطات على مستوى المحلي يعني شويه يعني تراجع خاصه بالنسبه للحلي التقليدي، بالنسبه لصناعه الاخر باش يقولوا النعل، صناعه الجلديه، ولكن احنا بالتواتر اننا نحاول اننا نديروا دورات تكوينيه على مستوى المحلي لاعاده بعث هذه النشاطات الايله للزوال. طيب، في لما نقول النعل نقول الحلي التقليدي، نقول لباس تقليدي، وحتى الصناعات الغذائيه. نعم. التقليديه التي تعتبر بيو مثل دبس التمر او الرب. نعم. مثل الامور مستخرجات التمر، كل هذه تعد صناعات، وفي بعض الصناعات اللي اختفت تقريبا من الخارطة. ما فعل الجهات الوصية خاصة الجهة المباشرة اللي هي دار صناعة أو غرفة الصناعة التقليدية والحرفية؟ والفعل كما أسلفت أنه دور الغرفة يعني كما دور الغرفة الأساسي هو أنه المرافقة، إعادة الرسكلة للحرفي اللي ربما تخلى نوعا ما عن النشاط نتاعه وعاود بدل النشاط، لأنه مش بالضرورة أنه الحرفي يتخلى عن النشاط مباشرة، ولكن ممكن يحول النشاط نتاعو لنشاط اخر، لانه المنظومه او مدونه الصناعه التقليديه فيها ما يقارب 380 نشاط. من ضمن النشاطات اللي ربما راه يمشي للصناعه مثلا نشاط تحويل الشوكولا مؤخرا كاين عندنا ماشي من التمر، ولكن من التمر كاين حرفي يعني في وقت سابق قام بهذا العمل وحنا نرافقوا فيه لغايه اليوم، وكاين حرفيه مؤخرا دارت يعني راه تحاول تنشا مؤسسه
لتحويل الشوكولا. نعم ان شاء الله غادي تشارك معنا في المعرض هذا اللي غادي ننظمه في هذه اليومين ان شاء الله بحول الله. نقف عند الامتيازات وعند المرافقه الفعليه للقطاع للحرفيين، تقريبا الحرفيين المنضوين تحت غرفه الصناعه التقليديه والحرف لوليد بشار استفادوا من منحه كوفيد 19. نعم بلا شك، هو كانت الحكومه قررت يعني مساعده ماليه في اطار التضامن مع الاسر المتضرره، وكانت ابواب الغرفه مفتوحه يعني لكافه الحرفيين بالاضافه الى القيامنا بحملات تحسيسيه واعلاميه على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي ولا حتى الاتصال المباشر بالحرفيين. يعني كان كاين اقبال واستافدوا حرفيين من هذه المنحه. ومن بعد عاود جات العمليه الثانيه اللي هي مساعده المهن المتضرره، وكانوا الحرفيين ثاني عندهم حظ في هذه المساعده. نعم اللي ما زالت قائمه الى غايه اليوم. طيب في دائما في اطار المكاسب التي يحققها القطاع لمنتسبيه، ما هو الجديد بالنسبه لهذا 9 نوفمبر؟ هل في اجراءات جديده، فيه مزايا جديده، فيه تسهيلات ربما راح يستفاد منها الحرفي على مستوى الوطن وعلى المستوى المحلي كذلك؟ واحنا ان شاء الله ننتظروا، لانه وزاره السياحه في خطوط عريضه في الافق. نعم فلا مؤخرا وزاره السياحه تم تغيير التسميه تاع وزاره السياحه باضافه العمل العائلي على مستوى الوزاره، وحنا نرجو ان شاء الله ونتمنى انه العمل العائلي يكون مخصص للحرفيين بالدرجه الاولى. يعني نعني به الانتاج الاسري. الانتاج الاسري نعم. يكون كاين يعني دعم وكاين مرافقه وكاين اجراءات جديده اللي تخلينا اننا نمشوا مع الحرفي هذا، خاصه الحرفي او الحرفيه الماكثه في البيت. لما نقولوا الانتاج الاسري، هل هو بالضروره او بالدرجه الاولى الانتاجات الغذائيه كالاطباق التقليديه؟ ليس بالضروره، ممكن يكون عمل صوف. ممكن يكون عمل تسلسلي لمنتوج ما، يعني منتوج يتطلب انه عمليه تاع متسلسله، ممكن انها الاسر هذه المتضامنه فيما بينها انها تكون منتوج في النهايه اللي يخرج للسوق مباشره. منتوجات زراعيه مثلا، البان الزراعية، المشتقات يعني كما مشتقات التمور، مشتقات الحليب، منتجات النخيل، الحليب، ولما لا نمشوا حتى الصناعي اللي هو الفخار او السيراميك، لانه العمليه الماده الاوليه متوفره. افريشه يبقى نعم. جميل. طيب الامر يعني في كل مره نقف عند هذا المناسبه وننادي بضروره الحفاظ على المهن الآيلة للزوال او الحرف الآيلة للزوال. هل في عائلات متخصصه معروفه، قال عائله فلان متخصصه في الشيء الفلاني، عائله فلان، هل في حقيقه هذاك المشعل مازال متواصل، مازال شاعل، او فيه تخلي على المشعل في وسط الطريق؟ لا مازال عندنا على مستوى المحلي يعني مستوى ليس بالشار، مازال عندنا عائلات محافظه على يعني على الصنعه نتاعها. مثلا لو كان نعطوا مثال على مستوى منطقه بني عباس، الواتا، إقلي، كاين عائله، ولا حتى هنا في بالشار كاين عائله شنتوف مازالت محافظه على الفخار التقليدي. يعني نقولوا نقر انه فيه تراخي، فيه تراجع، لكن ما فيش تخلي. ما فيش تخلي لغايه اليوم، ما فيش تخلي. وحنا هذا دور الغرفه، قلت لك انه دائما تحاول ان هذه النشاطات ما تزولش على المستوى المحلي، ولكن على حسب الظروف الثاني. الظروف الشهاده ياثر في المدونه؟ نعم. تحديث المدونه، الشهاده ياثر في تحديث المدونه؟ لا ما يأثرش. آخر تحديث المدونة تقريبا وقتاش كان؟ لا تحديث المدونة، لا هي المدونة كانت مدونة واحدة فقط في الحقيقة، ولكن ما تمتش فيه إضافات وحذف؟ لا كاين مشروع نتاع إعادة تحديث المدونة وإدخال بعض التخصصات، دمج بعض التخصصات الجديدة فيما بينها، ولكن مازال يعني الاجراءات التنفيذ نتاعها ولا الاصدار نتاعها مازالت على المستوى المركزي. طيب سي الهاشمي، لما نقولوا التخصصات والعنايه بهذه التخصصات ومرافقتها، ونقولوا الانتاج الاسري خاصه، ونقولوا سلسله الانتاج والتحويل خاصه، هنا نتكلموا على بروتوكولات اللي تكون بين القطاع وقطاعات اخرى، يعني انفتاح القطاع على قطاعات اخرى. نعم. الى اين وصلت الامور في هذا المجال؟
وهذه الأمور دائما تدخل في إطار الشراكة مع القطاعات الأخرى. نعم. يعني مؤخرا قامت وزارة السياحة والصناعة التقليدية بعقد شراكات مع مثلا مع قطاع المؤسسات الناشئة، كاين اتفاقية شراكة يعني باش الحرفي ممكن يستفد من مشاريع تعونساج مباشرة وبطرق يعني اللي تخليه في السعي تكون كاين مرافقة يعني دقيقة للمشروع نتاعه باش تكون المدة نتاع الإنجاز تكون قصيرة. مؤخرا الخميس الماضي كنا درنا لقاء تاع ورشة تقنية تاع الصيد البحري وتربية المائيات على مستوى مديرية التكوين المهني، عرضنا النشاطات اللي عندنا في المدونة ويتبين أنه الناس ما عندهاش علم بالمدونة تاع النشاطات. عرضنا نشاطات اللي ممكن تأهل هذا القطاع على مستوى المحلي باش يولي ينتج على مستوى المحلي. نعم. نعم. طيب كلمة القطاع وكلمة الغرفة للحرفيين بالمناسبة. بالمناسبة هذه أولا نهني الحرفيين بهذه المناسبة تاع 9 نوفمبر اللي هي اليوم الوطني للحرفي من جهة، من جهة أخرى نترحموا على الحرفيين اللي فقدناهم في هذه الفترة السابقة وكانوا يعني متميزين على المستوى المحلي، وإن شاء الله نحاولوا أننا نقدموا على الأقل تكريم رمزي لهذا الحرفيين اللي توفوا. والحاجة الثالثة اللي هي نقدم دائما تشكراتي باسم يعني وزارة السياحة والصناعة التقليدية للحرفيين المشاركين في المجهود الوطني اللي كان اللي هم مازالوا يعني يمارسوا مازالوا على إلى اليوم راهم كاين إنتاج على مستوى المحلي. نعم. سي الهاشمي علاوي نشكرك كثير على حضورك معنا، نتلقاكم إن شاء الله على شاشة التلفزيون الجزائري في فضاء لاحق وأوسع، وتمنية لك ولكل الحرفيين بالتوفيق والنجاح. بارك الله فيك. يعطيك الصحة. شكرا. بودي قبل المرور إلى الشق الثاني أن أحيي كل الحرفيين بهذه المناسبة، وتحية خاصة للحرفية الخياطة الممتازة ذات الطابع الرفيع الفاخر آسيا خطاري. نقول لك تحياتنا ليك صاحبة الأنامل الماسية، وكل عام وأنت بألف خير إن شاء الله آسيا خطاري، يومك طيب. إذا من ما رصدت كاميرا التلفزيون الجزائري لمحطة بشار مشاهدينا الأفاضل، فعاليات خاصة بتكوين في مجال المسرح طبعا، والتي قدمتها الجمعية الولائية روافد للمسرح والفنون. إليكم هذا الريبورتاج ثم نعود. يلقب بأبي الفنون، كيف لا؟ وهو يجمع بين عدة اختصاصات، فبه نجد فن الارتجال، فن العرائس، الأداء الصوتي، والتمثيل، كلها كانت محاور الأيام التكوينية في فنون المسرح الذي نظمته الجمعية الثقافية روافد الفن والمسرح بدار الثقافة ببشار. من أهدافها هو وضع حجر أساس لمسرح محترف بولاية بشار، وكذلك من أهداف التكوين أن عدد المتربصين اللي كانوا معنا في هذه الأيام التكوينية. الجمعية تهدف أن كل متربص يقدر من بعد التكوين أنه يتوجه للمسرح مباشرة ويكون فرقة، تكون حركة مسرحية بولاية بشار، ويكون حجر أساس للمسرح الجهوي. شهدت هذه الدورة إقبالاً كبيراً لشباب الولاية الراغبين بدخول عالم الفن، دورة ميزها تنوع الورشات والمستوى العالي للمشرفين عليها كالممثل الكبير بلا بومدين من تندوف، والفنان ميسوم سعيد من وهران. ارتأيت أني الواجب يجب علي باش نكون هنا مع شباب متاع ولاية بشار، واكتشفت شباب يعني عنده دي كاباسيتي، عنده قدرة، عنده أشياء جميلة، وإن شاء الله تكون لبنة لإعداد ممثلين لا بأس بهم يقدروا بعد يكونوا محترفين. خيرت أنا الشكل تاع لي موبيتشو، والفوج اللي خدمت معاه البارح كان فيه 20 واحد، وخدمنا في لومبيونس. الحاجة الأولى اللي قلت لهم، أنا صاحبكم، ما تعطونيش أستاذ، أنا ما نبغيهاش هذه.
كاين اقبال. البارح كنا حقنا نكملوا على الربعه تاع العشيه، بدينا على الزوج كملوا على الربعه، ما بغاوش يخرجوا، كملنا حتى الستة. باسكو ساعه كروش ما ينجمش واحد يكمل كي ما يكملش العروسه تاعه يليق يكملها. فعلى مدى أربعة أيام تلقى المشاركون أبجديات التمثيل المسرحي، أين أبرز كل منهم قدراته في هذا المجال، ونال التوجيهات والإرشادات من المختصين لتطويرها والارتقاء بها إلى الاحترافية. الهدف مني أني نتعلم ونزيد نتعلم، لا باك نمثل المسرحي بصح نزيد نهز ونزيد نهز، باغي باش نقولوا عاد قديم ولا بصح نزيدوا الخبرة، ما نقولش نعرف. صراحة الدورة التكوينية هذه أنا نعتبرها هدية من طرف يعني فنانين كبار، وسعيدة جدا، ويعني الدورة هذه يعني تزيدني كما نقولوا ندرسوا فيها فن الإلقاء وفن الارتجال وفن العرائس، يعني شيء جميل، ويعني تزيدني خبرة يعني وتزيد نتعرف على فن الركح. كمتربصين كنا نضطروا اننا نروحوا حتى للغرب ولا للشمال باش نقوموا بهذه الدوره التكوينيه، والشكر الجزير للاساتذه يعني اللي عطاونا الوقت نتاعهم سواء كان من ولايه بشار او من خارج ولايه بشار، يعني بجل الكلام يعني اي حاجه تتمثل في المسرح يعني الحمد لله وفروها لنا في طبق من ذهب. جويدة بابا أحمد، شكرا على التغطية المتميزة. عودة لكم وبلاطو هذا الإطلالة وهذا الإطلالة من برنامج صباح الخير يا الجزائر من الجنوب الغربية الجزائرية. ضيفي لهذا الوقت للحديث عن هذه الفعاليات السيد رحى عبد العالي رئيس جمعية روافد، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا بك. روافد عادت بعمل جديد وهو أيام تكوينية في الأسبوع الماضي، الاختتام كان الأمس. طيب كلمنا على هذه المبادرة سي عبد العالي. بالنسبة للأيام التكوينية في فنون المسرح، هذا المشروع اللي كانت الجمعية الثقافية روافد كانت مسطراه منذ سنين، إن شاء الله هذا العام هذه السنة هذه تحقق بدعم من وزارة الثقافة عن طريق صندوق الدعم الوطني للأدب والفنون. أيام تكوينية هي عبارة عن ورشات تكوينية في جميع فنون المسرح، واخترنا بعض الورشات اللي نشوفه من خلالها أن الممثل يستطيع أنه بحضور هذه الورشات تكون عندها الخطوات الأولى للتمثيل المسرحي، كورشة إعداد الممثل اللي نشطها وكان كانت من إعداد بلا بومدين، هو ممثل معروف بولاية تندوف وكان عنده العديد من إخراج المسرحيات، بالإضافة إلى فن الارتجال اللي من خلاله قدم الأستاذ مجاهري حبيب، هو مخرج معروف على المستوى الوطني متقاعد من مسرح الجهوي سيدي بالعباس، قدم بعض الإرشادات للمتكونين المتربصين، لأن في الارتجال من خلاله نستطع أن يكون عندنا نظرة عن الممثلين بولاية بشار وشوفوا القدرات التمثيلية، بالإضافة إلى فن صناعة العرائس اللي قدمها الأستاذ ميسوم سعيد، هو كذلك متقاعد من المسرح الجهوي وهران ومعروف في صناعة العرائس على المستوى الوطني وكان عنده عدة مشاركات في الوطن وخارج الوطن، بالإضافة إلى فن الأداء الصوتي اللي قدمه الأستاذ تركي الحسن. الأداء الصوتي هو مهم في العمل المسرحي، بالإضافة إلى ورشة كانت من تقديم بصري عبد الحميد في التمثيل بين السينما والمسرح، اللي يعطى بعض الاختلافات بين التمثيل بين السينما والمسرح. بصفة عامة الأيام التكوينية كانت ناجحة بصفة جيدة، وكان المشاركين احنا في أول ما درنا إعلان لهذه الأيام التكوينية كنا متخوفين من المشاركة، والحمد لله كانت المشاركة قوية وكان أكثر من 60 مشارك شارك معنا في هذه الأيام التكوينية. 60 مشارك هذو كامل حضروا كل فصول التكوين؟ كل فصول التكوين كان بتخصصاته طبعا، كل المشاركين كلهم شاركوا في كل ورشات، لأن قسمنا المتربصين قسمناهم إلى فوجين، كل فوج دار 4 حصص مع كل أستاذ
اللي شرف لنا على الأيام التكوينية. طيب هي مبادرة الأولى من نوعها، ومشاركة هاد المؤطرين من سي بلة بومدين، مشاري حبيب، عمي سعيد، ميسوم، لحسن تركي لما نتكلم على الفوكاليزم، سعد الحميد، هادو واش هي الإضافة اللي قدموها لهاد المتكونين يعني؟ خاصة أنه فيه تخصصات يعني متنوعة، حتى الصوتيات شفنا يعني حضور الأستاذ الحسن تركي، لأنه الصوتيات والجستيال مهم جدا على الركح. هو بالنسبة للمؤطرين، لما تكون عندك ورشة تكوينية باش تكون عندك الإضافة، وباش المتربصين يكون عندهم فهم أكثر للتمثيل المسرحي وكل ما هو الجوانب اللي تحيط كلها بالمسرحية، لابد أن يكون عندك متكونين متمرسين. واختيار المؤطر هو شيء صعب، أما حتى أن المشاركين كل الناس تقدر تشارك، لأن المؤطر له دور كبير في إثراء الأيام التكوينية وفي زيادة عدد المشاركين، لأن احنا لما كان عندنا في مدة تاع الإعلان عن المشاركة، كل مشاركين الأسئلة تاعهم اللي تطرح هي شكون اللي المؤطر لهذه الورشات. هي خيرنا كان اختيار لهذه العناصر، أسماء معروفة على كل حال، أسماء معروفة، لأن مجاهري حبيب عندها أكثر من 40 عمل مسرحي كمخرج وكممثل، ومن الممثلين الأوائل في الجزائر اللي مثلوا مع علولة، مع بعض الأسماء المعروفة لحد الآن الناس ما زال أعمال تاعهم راها خالدة. كان تنوع، هذا التنوع هو اللي يعطي المتربص كاع الجوانب تاع المسرح، من كل جانب ياخذ معلومه. والايام التكوينيه كانت في 4 ايام، الا اننا احنا ان شاء الله في الطبعه الثانيه ننتقلوا من تكوين 1 الى تكوين 2 بنفس المشاركين، وتكون ورشات اخرى بمستويات اخرى ولما لا تكون في الكتابه المسرحيه، وتكون في الاخراج، في السينوغرافيا، لكي يلم المتربص او الممثل المسرحي بكل جوانب العمل المسرحي. نعم. هل حاولتوا يعني في نهايه العمل او في منتصف العمل انه تقوموا بعمل جماعي، قطعه مسرحيه ربما او عمل، لي على الاقل يجمع خبرات اللي خداوها المتربصين في هذا التكوين؟ هو بالنسبة للعمل كان يشرف عليه الأستاذ مجاهري حبيب، واختصر العمل في أنه دار بعض المقاطع مع خير ممثل من المشاركين، ودار معه عمل اللي درناه يوم أمس في الاختتام، لأن المدة قصيرة 4 أيام، ما يقدرش المؤطر أنه يدير عمل متكامل أو حتى نصف عمل، فاختار أنه يعمل مع متربص هو شاف أن هذا المتربص عنده قدرات في التمثيل، ودار معه بعد 10 دقائق ولا وشافوها المتربصين. هذا العمل هذا يشجع المتربصين انهم لما يشاركوا في الايام التكوينيه تكون عندهم رغبه انه يواصل في التمثيل، لما يشوف ان من مجموع 60 مشارك هذا المؤطر اللي كان يشرف على فن الارتجال اختار ممثل متربص متعين ومعين، ودار معاه كما نقولوا مسرحية لمدة 10 دقائق. هذا التشجيع هذا. وكذلك في الاختتام كان عندنا رسائل احنا الجمعية الثقافية روافد، أن درنا المسرحية الحصلة، هذه مسرحية من إخراج حبيب مجاهري،
ومن كتابة لماحي بن عمارة اللي نحييه إن كان ضيف الدورة، هو من ولاية سيدي بلعباس. درنا كما نقولوا بروجيكسيون المسرحية، وتمتعوا المتربصين لأن ذاك العمل اللي داروه في الورشات شافوه في المسرحية كإضافة لهم في التكوين. نعم، الارتجال مطلوب والخروج عن النص محبذ، لكن ماهوش أي ممثل توكل له مهمة الارتجال والخروج عن النص. يعني بعد سنوات من الخبرة على الركح، ربما 20 سنة وما أكثر، يقدر يخرج على النص باحترام الخطوط الحمراء. هو فن الارتجال، علاش قررنا نديرو ورشة فن الارتجال؟ لأن المدة قصيرة، وكذلك كانت الجمعية عندنا كاستينج في هذه الأيام، لأن لما الممثل تقول له ارتجل في اللحظة يقدر المؤطر أنه يقرر أن هذا المشارك يصلح أنه يكون ممثل مسرحي أو لا. هذا هو الهدف اللي من خلاله أننا قررنا نديروا هذه الورشة فن الارتجال. نعم. هذا هو، لأن الممثل لما تكون عنده وقت دقيق ولا صغير وتعطيه موضوع تقول له مثل لي هذا الموضوع، يخرج يكون عنده تشوف الموهبة، عنده الملكة هذيك، الملكة التمثيل. نعم. أو لا، هذا هو الأساس. ومليح لما يرافق كل المهارات معه في المسار تاعه، يعني يأخذ كل المهارات ويطورها في نفس الوقت. هو هذا هو، لأن العمل المسرحي عمل متكامل. إحنا لما قررنا أن نديره في الأداء الصوتي، لأن الصوت مهم في العمل المسرحي، في الارتجال مهم، لأن بعض الممثلين بعض المسرحيات المشهورة كان مقاطع ارتجالية. إحنا كمتفرجين أو كمشاهد أو متلقي ما تستوعبش هذاك المقطع إلا إذا كان عندك خبرة مع هذه المسرحية أو كنت مع العامل والأعضاء العامل على المسرحية، لأن بعض الممثلين اللي خرجوا عن النص في المسرحيات وإحنا كمتلقيين جاتنا عادي. والخروج على النص هو كذلك ما هوش فقط لأجل استعراض المواهب، هو كذلك لاستدراك بعض الأخطاء التقنية ربما قد تحدث، لتدارك بعض، ربما واحد من الأفراد نسى الدور نتاعه، ربما زميله بطريقة الفكاهية بالخروج على النص يقدر يرمم هذاك الشيء اللي ربما كان راح يعطي عيب للقطعة المسرحية. هذه كلها عندها مزايا. سي رحوى عبد العالي، نشكركم كثير على حضوركم معنا في البرنامج. كلمات تقولها لهذ المتربصين بعد نهاية هذه الفعاليات اللي هي أيام تكوينية في المسرح. احنا من أهدافنا اللي سطرناها في هذه الأيام التكوينية هو أن أولا كل متربص أو كل فرقة شاركت معنا في هذه الأيام، احنا الهدف تاعنا أنها تكون ممثلين وتكون حركة مسرحية بولاية بشار. ما يخفش عليك أن المسرح الجهوي على أبواب الافتتاح، وإن شاء الله يكونوا الممثلين من ولاية بشار وينتقلوا من الهواية إلى الاحتراف. كذلك كان عندنا نظرة عامة على هذه الحركة المسرحية بولاية بشار والممثلين اللي راهم يمارسوا المسرح، وكنا عندنا كاستينج غير مباشر أننا نخيروا بعض الممثلين اللي يكونوا معنا إن شاء الله في إنتاجات جديدة لجمعية روافد، سواء مسرحية للكبار أو مسرحية للأطفال. نعم. هذا هو المهم، هو الاستمرارية. نعم. والأيام ماشي هي المشاركة في الأيام التكوينية باش نقتني شهادة تقدمها للجمعية أو يكون حضور شكلي. إحنا المهم أن تكون الاستمرارية وتكون حركة مسرحية حقيقية إن شاء الله. هذا الشيء اللي نتمناه. سي رحوى عبد العالي، نشكرك كثير على حضورك معنا. شكرا. أنتم مشاهدينا الأفاضل، هكذا نوصل لختام هذا الإطلالة الخفيفة الظريفة من بشار من خلال شاشة التلفزيون الجزائري. مرة أخرى أعيد الخط لزميلة حياة سعيدي، يومك طيب يا حياة، ولكل زملائي بالاستوديو المركزي.
إلى اللقاء. مرحبا مجددا مشاهدينا، نشكركم جزيل الشكر ناسنا وحبابنا في الجنوب، وشكرا لك زميلي هشام على هذا التدخل الصباحي. متواصلون دائما معكم من خلال برنامج صباح الخير يا جزائر، ما زلنا متواصلين بالعديد من الفقرات والمواضيع. الآن إلى موضوعنا الرئيس لنهار اليوم مع ضيف الصباح بعد هذا الفاصل. وضيفي وضيفكم لنهار الصباح هو السيد أحمد تتبيرت، مدير الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية تيبازا. صباح الخير سيدي. صباح النور. كيف أحوالك؟ لاباس؟ لاباس، شكرا الحمد لله. للاستضافة. يعطيك الصحة، شكرا على قبول الدعوة. وأكيد شكرا. موضوعنا لنهار اليوم راح يكون حول تربية المائيات ودورها في الإنتاج الثروة السمكية خصوصا على مستوى ولاية تيبازا. احنا ماذا بينا تحطنا في الصورة عن أهمية هذا النوع من الاستثمار خصوصا لدى الشباب، مش تقدر تقولنا في البداية حول تربية المائيات ككل؟ شكرا. على كل حال، تربية المائيات في الجزائر عموما، نعم، نهضر على ولاية تيبازا، خذا ابعاد يعني البعد نتاعو يعني منذ حوالي 8 سنوات حتى 10 سنوات، وين يعني الدوله الجزائريه اعطت اهميه لهذا النوع من الاستثمار، لانه اولا يخلق ثروه سمكيه يعني اضافيه، لانه البحر وعبر كل العالم يعني البحر الواحد يعني ثروه سمكيه على مستوى البحر اصبحت غير كافيه، والستوك ليميتي يعني عندها يعني كما نقولوا محدوده. نعم، يعني العالم ككل يعرف تراجع، يعرف تراجع ويعرف يعني ثبات. يعني مثلا كي نقول البحر الابيض المتوسط عنده ثروه محدوده، تبقى محدوده، مش راح يعني ماشي مثلا اليوم عندنا في البحر الابيض المتوسط نصيدوا مثلا 10000 طن والعام الجاي نصيدوا 200 مش عارف 40000 طن، يعني محدوده. وبالتالي الدوله راحت الى تربيه المائيات على مستوى على مستوى الاتيبازا. عندنا يعني الاقبال كاين على هذا النوع من الاستثمار، لدرجه انه لحد الان عندنا حوالي 23 مشروع. يعني على ما كنقول 23 مشروع يعني مازالت لم تحقق كلية، وانما راهي مراحل، كل نوع من المشاريع وراها في المراحل. مثلا عندنا 3 مشاريع في طور الانتاج، عندنا مشروعين في طور الانجاز لواحد منهم ربما الاسبوع القادم او اللي بعده يعني يبدا يعني يتم الانجاز تاعه ويدخل في الـ في الـ في الـ يعني في الـ في الانتاج. وعندنا البقيه راهم على مستوى البنوك، على مستوى الاجراءات الاداريه، معنا كل مجموعه وين راهي. هذا 23 مشروع يعني تيوريكمون، يعني نظريا لو نشوف مثلا الانتاج تاعها بعد ما يعني ان شاء الله يعني تكمل ان شاء الله وتم الانجاز تاعها، توصل الى حوالي 14000 طن سنويا. معناه في حين احنا الثروه السمكيه على مستوى الاتيبازا من البحر الصيد ما تجاوزش لحد الان ربما بمعدل 7000 طن سنويا. معناه تقريبا نشوف اللي ضعف راح يعني ضعف يعني اذا كانت تحققت. يعني نتمنى احنا تتحقق يعني، واكيد راح تتحقق بالاراده تاع الجميع ان شاء الله راح تتحقق. يعني هذا هو يعني الـ الـ يعني الدور تاعها على المستوى يعني او في مجال الانتاج، يعني المساهمه في الانتاج السمكي حتى في مستوى يعني خلق مناصب بشغل. نعم. كذلك هذه المشاريع اذا كانت تحققت راح تلحق لنا تقريبا 600 منصب شغل مباشر. الان عندنا مثلا مشروع المشاريع اللي راهي في اللي راهي تخدم دروك راهي تنتج حوالي عندها يعني فيها حوالي 42 منصب شغل يعني مباشر، يعني بلا المناصب غير مباشره، بلا يعني اللي ينقل السمك يدي يبيعوا الى غير ذلك. معناها كاين عديد من المناصب. نعم. الغير مباشره المتعلقه بتربيه المائيات. اكيد سي تتبيرات عندنا كثير باش نتكلموا في هذا الموضوع، خصوصا من ناحيه الانتاج الاحصائيات وخصوصا المشاريع وبعثها والتسهيلات المقدمه لكل الشباب. لكن بعد ما نشوفوا هذا النموذج اللي قدمته لنا زميلتنا نجيبه بنو مشياره في واحد من النماذج الرائعه لتربيه المائيات وهذا الموضوع. تمتع الجزائر بشريط ساحلي يصل إلى 1200 كيلومتر يؤهلها بأن يكون منتوج السمك بها في المعدلات المطلوبة، إلا أن استهلاك الجزائري للسمك بعيد عن هذا الحال. في السنوات الأخيرة صرنا نسجل بحوث ومشاريع رائدة في مجال تربية المائيات لتجاوز هذا النقص في استهلاك الجزائري لمنتوجات البحر.
احنا الاختصاص تاعنا لا كونشيليكولتور او تربيه الصدفيات. الان رانا متخصصين في نوعين من الصدفيات اللي هما بلح البحر والمهار او الليمول اليزويتر. لقينا سمحنا التجربه تاعنا سمحت لنا باش نحققوا الميتريز كما نقول لك في هذا الانتاج هذا. نجحنا الحمد لله. كاين بعض الصعوبات في الميدان وهذه مفروغ منها بس بحكم العمل طبيعه عملنا نعملوا في البحر والبحر ماهوش يعني ما كان مستقر يعني. المهم الحمد لله في 4 سنوات هذه حققنا تجربه ناجحه والانتاج المنتوج تاعنا بدا يبان. حتى التربيه المائيه يعني في دول العالم هي تجربه جديده بدات في الثمانينات بدا يتطور هذا الانتاج لانه وجدوا باللي الانتاج البحري ولا المائي تاع في الطبيعه ينقص المنتوج وبدا كاين اكثر طالب والمنتوج ما كاش. باش نعوضوا هذاك النقص ما لازم فيها تربيه حديثه. تعود الكثير من سكان المنطقة والمارين بالمكان على المجيء إلى هذه المزرعة للتزود بهذا النوع من القشريات والتي تباع بأثمان معقولة نسبياً وتربى بأحدث التقنيات. المنتوج البحري هو منتوج يعني طبيعي 100%. حتى كما قلت الفيتامينات والبروتينات من مصدر بحري يكون فيها فائدة أكثر من قيمة كبيرة وأحسن من مصادر الأخرى. بحكم ان المنتوج يعني منتوج الصيدله في تضاؤل دوك هذا التربيه المائيه تسمح بتوفير انتاج يعني فائض في الانتاج وزياده في الانتاج على المنتوج الطبيعي باش يكون الانتاج متوفر. كيكون الانتاج متوفر يكون الناس عندها اقبال. من داك في 20 يوم 10 ايام من داك نجوز ونشريو مي حاجه مليحه حاجه بروب سفري فوالا سفري يعرفوا القيمه تاعو يعرفوا الخدمه تاعو. انا عندي الفيو يحب بزاف ليمول وليد البلاد راك تعرفي ولاد البحر يحبوا لا ما شاء الله عنده حاجه مليحه. صارس ان بو شير صارس ان بو شير بور بور لا الجزائريان مويان صارس ان بو شير مي دونك اسبيرون كو سادير كو را بوكو دو بيرسون كي فون فير هكدا لا ميم شوز comme ça ça sera il y aura la concurrence et comme على حساب l'offre et la demande donc plus il y aura de demande d'offre plus la demande va c'est dire le prix va être plus ou moins abordable. دوك الناس حنا رانا نشوفوا حنا في كي بدينا الانتاج كان ضعف اقبال والناس يقولوا لنا بلي ما كاش منها بلي هذا الانتاج كاين هنا في الجزائر. حنا ناكلوا مال في ناكلوا غير في الدول الاجنبيه بصح بدينا نشوفوا بلي الناس بدات تعرف ودينا ولا الناس يقصدونا بكثره. شكل آخر من تربية المائيات بدأ ينتشر بمناطق عدة من الوطن وسوف يساهم لا محال في زيادة منتوج الثروة السمكية ألا وهو تربيتها في أحواض السقي بالمستثمرات الفلاحية. قطاع الفلاحة وقطاع الصيد البحري يشتركان في مورد جد هام ألا وهو مورد المياه لكل قطاع فيما يستعمله. ورأينا أنه هذا المورد يمكن أن يصنع التكامل بين القطاعين وهذا من خلال إدماج تربية الأسماك في المياه العذبة في الفلاحة وهذا من خلال استعمال من المياه التي ترونها أمامكم في هذا الحوض. المياه ممكن استعمالها في سقي المنتجات الفلاحية. نحن هنا على مستوى مستثمرة لفلاح استثمر في إنتاج الأشجار المثمرة راه يستعمل التقنية هذه وهي تعتبر تقنية حديثة يعني عنده للفاج داخل هذا الحوض المائي المياه التي اللي تكون فيها بقايا يعني تاع للفاج هذا للفاج تاع الاسماك هذه في المياه العذبه راح يتم استعماله في السقي. كي صرنا باللي شح المياه وكذا كلش وصلنا باش نديروا هذا الحوض 75,000 متر مكعب باش نقدروا نسقوا كل هذه الهكتارات المساحه هذه بالتقطير. وكي شفنا درنا هذا الحوض هذا كان لنا فكره باش نديروا تربيه المائيات في هذا الحوض. كاين لاكاب وكاين التيلابيا. التيلابيا تقدر حتى التسويق باسكو صالحه للاكل تقدر حتى التسويق للمطاعم وللناس وكذا كلش. ولاكاب لافيرتيليزون يونيكمون لافيرتيليزون. الفلاحه عندها مقدرات هامة من حيث المسطحات المائية الموجهة للسقي. لما لا استغلال هذه المياه لإنتاج سمكي معتبر. الإنتاج هذا فيما بعد
فضلا عن المزايا والمحاسن تاعو في المجال الزراعي من تخصيب مياه وإعطاء منتوج فلاحي ذو جودة إلى حد ما، يستطيع أن يشكل قاعدة استهلاكية في مجال المنتجات السمكية، وكذلك يمكن استغلاله في مجال الصناعات التحويلية لمالا. نحن على أبواب إنشاء منصات على مستوى الولائي تعنى بتصدير المنتجات، ونعرف أن المنتجات هذه يجب أن تستجيب إلى معايير دولية معمول بها، وكذلك سيدي زيكزيجونس يعني راح في 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 دفاتر شروط راح تمضى بين المستثمرين، خاصة هذا المستثمرين اللي راهم يستثمروا في هذا المجال، يعني هذه الشروط هذه يجب أن تستوفى، يجب أن نحترم هذه المعايير المعمول بها، يجب أن نذهب إلى كل ما هو طبيعي وكذلك لما يتطلبه السوق الدولي. إن تربية المائيات خصوصا إذا ما تعممت هذه التجارب سوف ترفع الإنتاج البحري وتساهم في الوقوف في وجه الندرة ونقص الإنتاج، وبالتالي تحقيق الوفرة وتمكين المستهلك من الحصول على النصيب المطلوب من هذه المنتجات ذات القيمة الغذائية الكبيرة. الوقوف على وجه الندرة هو ما هدف من مثل هذه التربية المائيات، وأكيد كنا شفنا سيد تتبيرات النموذج من ولاية تيبازا، وكنا شفنا نوعين من تربية المائيات، سواء تعلق الأمر بتربية الأمحار اللي كان على مستوى البحر، والآخر الأسماك على مستوى المسطحات الأخرى مثل الأحواض. لو تكلمنا أكثر عن المسطحات الأخرى الآن. شكرا. قبل ما نتكلم عن المسطحات الأخرى بغيت نعلق على المشروع تاع تيبازا. نعم. هذا حق هذا مشروع يعني من بين المشاريع الناجحة في الولاية، واللي هي كما كنت تفضلت قلت 23 مشروع من بين 3 يعني. نعم. اللي رايح على الأقل يعني طور الإنتاج عندنا 3 يعني. نعم. من بين يعني هذا يعتبر من بين المشاريع الناجحة اللي الإنتاج تاعو بلغ سنة 2019 حوالي 538 طن سنويا. ويوزعوا يعني هذا المحار مع البلح البحري، يوزعوا حتى على المطاعم والفنادق إلى ذلك، العاصمة بليدة يعني تيبازا وحتى ولايات أخرى، يعني راه المشروع يتمس يتوسع، وهذه كنت علاه نتكلم عليها هذه حتى في حد ذاتها خلق مناصب شغل. أكيد. معنا شفنا شباب يقوموا بالعمل اللي يعمل اللي نقول اللي يعني المهندسين الموجودين اللي يتكلم مواسين المهندس يعني يعمل بذات المزرعة، يعني هذه كلها يعني إضافات للإنتاج المحلي للاقتصاد الوطني والإنتاج المحلي. وأكيد كنت تكلمت وقلت من شأنها خلق مناصب شغل خصوصا للشباب، وربما يدوا الفكرة حتى هما يبعثوا مشاريعهم الخاصة. نعم. هذه في الحقيقة يبدأ المشروع الشاب هو عموما يبدأ يخدم في 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 مشروع واجد، لكن مع الوقت يدي خبرة حتى هو يخلق مشروع نفسه بنفسه. هذا بالنسبة للمشروع هذا. بالنسبة للمشروع الآخر ولا التربية المائية في المسطحات المائية، يعني كاين نوعين، كاين على مستوى السدود، احنا عندنا على مستوى الاحتفاظ عندنا سدين، عندنا سد بوكردان اللي يقع في دائرة سيدي عمر، وعندنا سد واحد آخر اللي هو كيف الدير اللي يقع في الداموس. هذو سدين كذلك مستزرعين بالأسماك، وصلوا العام الماضي يعني الإنتاج تاعهم حوالي بيناتهم 30 طن. يعني احنا واش نديروا؟ احنا كاين صيادين عندهم زوارق صغيرة نعطوهم رخص بالتنسيق مع لامبيتي الوكالة الوطنية للسدود، وين يصيدوا كذلك هذه الأسماك ويبيعوها، وهذا كذلك يعني خلق مناصب شغل إضافية. ما اللي شفناه هو يعني التربية المائية على مستوى المسطحات المائية وعلى مستوى أو على مستوى أحواض الفلاحين. نعم. كاين بعض الفلاحين اللي عنده أحواض، يعني احنا نكونوهم هذا الفلاحين نديرهم تكوين قصير المدى، وهي فكره جميله. فكره يعني اولا لانه فكره جميله اولا من حيث يعني باش هذاك الشاب ولا الفلاح يكسب يعني كيما بروتينات واجده عنده في. نعم. في الفلاحه نتاعو. ثانيا كيما كان يقول الفلاح يعني ينتفع بها في يعني السقي الفلاحي، كيروح يسقي بهذاك الماء تاع الفلاحه راح يكون يعني عنده مردود ايجابي على الفلاحه نتاعو، وهذه لاحظناها ماشي فقط في ولايه تيبازا، لاحظناها حتى في ولايات اخرى خاصه لا سيما الولايات الصحراويه اللي الفلاحين سمحوا يقولوا باللي يعني المنتوج تاعنا بدا يزيد بعد ما بدينا نسقوه بالمياه نتاع السمك هذه. وانت كانت عندك تجربه كانت عندي في ولايه بشار. نعم كنت. نعم. مريت على ولايه بشار على كل حال، كان لنا يعني الحمد لله يعني لاحظنا يعني نجاح هذا النوع من الانتاج، يعني هو دمج تربية المائيات بالفلاحة. نتمنى ان شاء الله يعني تتواصل على المستوى الوطني هذه الاعمال. نرجع يعني للشباب، احنا الشباب انت وانا نتكلموا سكبرات على الشباب وتسهيلات المقدمة، ربما هل تختلف تربية المائيات في الشمال عن الجنوب ام نفس الشيء؟
بما انه احنا نعرفوا انه معروف الاسماك لما نقولوا الاسماك في الجنوب في الصحراء ربما تجي شيء غريب، لكن اليوم نعرفوا انتاج وفير للاسماك على مستوى في الصحراء وفي ولايه بشار في ربما في ولايتنا الداخليه. هي في الحقيقه احنا باش من لانه انا في الحقيقه الان انا مدير صيد البحري ولايه تيبازا، معناها نتكلم على ولايه تيبازا، لكن نفتح قوس فقط يعني هي كل شيء يجي بالاراده وبالعمل وحتى يعني قديما يعني احنا وجدنا على مستوى المناطق الصحراويه وجدنا يعني الاثار تاع الاسماك يعني منذ القدم يعني منذ قرون، معناها هذا يعني العمل ماهوش جديد، فقط هو اعاده احياء لثقافات قديمه تتميز بها الشعب نتاعنا وتتميز بها المناطق نتاعنا. وعبر العالم الان اصبحت تربيه الميت في المياه العذبه يعني تنافس تربيه الميت في البحر لانه الامن الغذائي يطلب ذلك. نعم، بالنسبه للتسهيلات المقدمه لكل الشباب اليوم، في تسهيلات خصوصا على مستوى ولايه تيبازا؟ نعم، احنا على كل حال بالنسبه للتسهيلات هي الدوله واش دارت؟ الدوله اول تسهيل هو التكوين ولا المرافقة والتكوين تاع الشباب في المجال تربية الميت. عندنا الآن الحمد لله أن عدة معاهد تابعة لنا وخاصة وكاين أمور أخرى يعني كاين اتفاقيات مع مديريات ولا مع وزارة يعني قطاع التكوين المهني. نعم. اللي كذلك يكوننا في هذا المجال وين ما كانش معنا معاهد. احنا على مستوى بازا عندنا مدرسة التكوين في الصيد البحري وتربية الميت. قاموا في تربصات اللي تكون يعني اللي تكون في مجال الصيد البحري وحتى وفي مجال تربية الميت شعبة تربية الميت. هؤلاء الشباب يعني بعد ما يتكونوا منهم اللي يروح يخدم في مشاريع يعني جاهزه نتاع خواص الى غير ذلك، بعد ذلك اللي عنده يعني ممكن يعني رصيد مالي يعني ولا الى غير ذلك يقدر ينشا مشروع روحه اللي يعني. وكاين طريقه اخرى اللي يعني ولا مرافقه اخرى ولا دعم اخر اللي تقدم الدوله، هي انه الدوله دايره اتفاقيات مع البنوك يعني دايره نعم. اتفاقيات مع البنوك باش البنوك تمول مشاريع تربيه الميات. احنا الان كاين في تمويل مشاريع تربيه الميات كاين صيفين من التمويل اللي دايرته الدوله، كاين اولا القرض الاستثمار وكاين قرض الاستغلال معناها لو كريدي دانفستيسمون لو كريدي ديكسبلواتاسيون. بالنسبه لكريدي دانفستيسمون اي مستثمر يقدر يتقدم للبنك يقدم الملف تاعو، اولا يفوت علينا يحط الملف عندنا من بعد احنا نبعثوه للمركز الوطني البحث تاعنا باش يكون فاليداسيون يعني هذيك ليتيد، ومن بعد يفوت على اللجنه الولائيه. اللجنه الولائيه بعد ما تعطي له الموافقه يتقدم للبنك يعطي له قرض الاستثمار معناه باش ينجز المشروع نتاعو. بعد ما ينجز المشروع نتاعو باش يبدا يستغل هذاك المشروع كاين قرض الاستغلال اللي دايرته الدوله اللي تمدوا هذا يعني دون فوائد فيه يعني يمول اربعه يعني اربعه كما نقولوا كاتر 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 نعم. كاتراكس اولا باش يشري صغار الاسماك باش يشري غذاء الاسماك باش يخلص يعني الخدامين تاع المزرعه وباش يخلص ليزاسيرونس هذا لمده سيكل يعني كما نقولوا في جوله من اللي تدوم ربما عام وثمان شهور ولا عام ولا يعني باش يعني كالانطلاقه. وهذا قاعد يدخل في اطار تشجيع هؤلاء المستثمرين سواء كانوا شباب او غير شباب، لانه احنا في الحقيقه نتكلم على الشباب اكيد لانه الشباب احنا معظم يعني مواطنين سكاننا شباب يعني هم المستقبل، لكن اي مستثمر يعني يخضع لنفس القوانين وعندهم الشباب نتاعنا عندهم ربما أولوية في التكوين عندهم أولوية نعم. في الدعم. أكيد نشكركم على كل هذه المجهودات اللي تقوموا بها وإن شاء الله لما لا الشباب راهم يشوفوا فينا تكون عندهم فكرة حتى يكونوا مشاريعهم نعم. المستقبلية بحول الله تعالى وتكون في تربية الميت. شكرا لك سيد شكرا أحمد تكبيرة على الحضور ومرحبا بالشباب نتاعنا على مستوى المديرية مفتوحة الباب مفتوحة كل يوم وان شاء الله يعني نتمنى لهم الخير والتوفيق بالسعادة وان شاء الله وشكرا. يعطيك الصحة ربي يحفظك شكرا لك. اذا من تربية المائيات الى انتاج اخر تاخذنا له زميلتنا مونيا قسمي في هذا البورتري لشاب يصنع بحرف يقول يعيد عسكلة الكرتون. هو ليس متحفا لقطع خشبية وإنما هي تحف من بقايا الكرتون صنعت بأنامل ذهبية للسيد إبراهيم في هذه الورشة البسيطة في دار الشباب بمليانة. قولي شي إبراهيم 56 سنة
مربي شباب، حاليا مستشار شباب، 30 سنة خبرة في ميدان شباب الرياضة. اشتغلت في إدارة الشباب كمربي، أطرنا شباب في الميدان هذا في ميدان الموسيقى. وحاليا يعني منذ 5 سنوات بديت في هذا النشاط هذا اللي هو يعني استرجاع مادة الكرتون وتحويلها إلى تحف فنية. جات الفكرة من خلال يعني اطلاعي على حوض الفنات على يعني الموضوع هذا، يعني شنو كاين ناس يخدموا في أوروبا وأطراف الموند. قلت علاش ما نبداش أنا نخدم. بديت في دي بتيت أوبجي، يعني دي بتيت فواتور، دي بتيت ديزانسكت أون كارتون. وطورت الخدمة تاعي، ندير دي فواتور، دي لامب كيما هادو. حاجة خدمت بتي طابيان تاع لي زاني 30 صغير، شفت بعد اللي كملته قلت علاش ما نزيدش نخدم حاجة واحدة أخرى. بديت نخدم وطورت الخدمة تاعي من خلال اكتشفت دي تكنيك جدد، اكتشفت بزاف صوالح لي ماتيريو دو طرافاي كيما ديال لي زاكسيسوار اللي نخدم بهم، اللي نقص بهم، اللي باش نكولي، اكتشفت بزاف صوالح. وهذا الحرفة هذه خلاتني نتعرف على الناس بزاف في الدومين هذا تاع لو ريسيكلاج، وين ولاو صديق دي زامي اطراف الفيسبوك. تحف فنية صنعت بمادة الكرتون التي كاد أن يكون مصير مادتها الأولية النفايات، ولكن بمقص وقليل من الغراء وتصاميم جميلة وبصبر وعزيمة يقود إبراهيم جهوده لبعث الحياة في هذه القطع من سيارات وحشرات وكذا منارات. التصاميم كاين اللي ناخذهم من النت، يعني في الانترنت طبعا جوجل، نشوف يعني لي موزايك هذو كذا منا، ومنهم جو مانسبير، يعني منهم نخرج تصاميم خاصه بيا اللي تناسب مع خاصه الثقافه الاسلاميه، الثقافه يعني العربيه، باش يكون يعني النماذج تكون يعني محبوبه عند الجمهور تاعنا. السيد إبراهيم وبطموحه جعله يبدع ويعرض منتوجاته في معارض وطنية، وحلمه توسيع ورشته لتكوين شباب. يحفزني هو المشاركة تاعي في دي مانيفيستاسيون، يعني تظاهرات وطنية ودولية، منها الصالون انترناسيونال دو سيكلاج الجي في لافوار ان 2018، وثانيا صالون دو سيكلاج اورو انترناسيونال، والمشاركة تاعي في ستيف وبومرداس حيث تحصلت على المرتبة الثانية. هذا يعني المشاركة خلوني نزيد نتقدم ونطور الخدمة تاعي. هاد التحف خلال السنه كان بزاف اللي كومونديو عليا صادي يدير دي كوموند، نخدم لهم واش يحبوا هما. لازم صادير كل واحد اللي عنده صادير حرفه جديده ولا ابداع جديد، خاصه هذا اذا ميدان تاع ابداع، دونك لازم نمدوا ونخرجوه من يعني من الانونيما، معناتها نخرجوه من لازم الناس تعرفوا، والناس كما يقول لك تشوف صادير تشوف جديد، هذا هو الابداع. حرفي جعل من مادة الكرتون التي كاد أن يكون مصيرها النفايات ورشة بأحلى القطع، وآملا منه أن تكون في يوم من الأيام رزقا لشباب الغد. شكرا لك زميلتنا مونيا قسمي على الموضوع، وبالتوفيق للشاب على هذا الرسكلة مثل هذا المواد اللي ترجع بشيء جميل وصحي للمواطن بحول الله تعالى. ضيف الصباح بعد فصل قصير.
والحديث متواصل دائما عن البروتوكول الصحي داخل كل المؤسسات في هنا في الجزائر. تحضر معي ضيفتي السيدة إيمان تومي، مديرة مركزية للاتصالات ببريد الجزائر. صباح الخير ومرحبا بك. صباح الخير سيدتي، وشكرا على هذه الاستضافة. الحمد لله بخير. صباح الخير على كل المشاهدين الكرام. من خلالك اليوم راح نتعرفوا أكثر عن البروتوكول الصحي وضرورة التقيد الصارم بكل هذه الإجراءات الوقائية داخل مراكز البريد، لأنه نعرفوا أنها تشهد اكتظاظ خصوصا مع مرحلة صب المعاشات وكذلك الأموال. نقولوا كي يروحوا الناس يجبدوا أموال ديالهم، ليس كذلك سيدتي؟ أكيد سيدتي، شكرا. هذه نقطة مهمة يجب التطرق إليها مرارا وتكرارا لزيادة الوعي لدى المواطن بالدرجة الأولى. احنا منذ بداية الجائحة تبنينا إجراءات وقائية، بروتوكول صحي معروف، والأمر لا يتغير في المرحلة اللي رانا فيها. يعني يجب أن نتقيد بنفس القواعد، بنفس الإجراءات الوقائية كالتباعد ولبس كمامة والتعقيم، كذلك لا نسمح بدخول عدد كبير من الزبائن مرة واحدة في المكتب البريدي كونه مكان مغلق. يعني لا يمكن أن نسمح بدخول عدد كبير في نفس الوقت. كل هذه الإجراءات نعمل مرارا وتكرارا على تذكيرها لعمالنا ولزبائننا. هناك لجنة من المفتشين تقوم بدورات يعني بصفة دورية على المكاتب البريدية لتسهر على احترام هذه الإجراءات. كذلك دعونا المجتمع المدني من جمعيات ومن لجان أحياء إلى لعب دورهم في هذا المجال، خصوصا أنه المكتب البريدي جميل جدا الإشراك مثل هذه الجمعيات خصوصا في عملية التوعية والتحسيس. أكيد كان لهم دور فعال. أشكرهم من هذا المنبر على الدور الذي لعبه كل من الجمعيات، كل من لجان الأحياء على المستوى الوطني، اللي سهروا على تنظيم طوابير خصوصا في الفترات اللي قلتي اللي تعرف إقبال كبير للمواطنين على المكاتب البريدية. نعم سيدة تومي، قبل ما تكلموا على هذه الفترات وعن صب المعاشات وعن الإجراءات الاستثنائية اللي قمتوا بها كوزارة، لكن خلينا نشوفوا هذا الموضوع اللي كانت تنقلت زميلتنا حورية ريش وتحدثتنا عن هذا البروتوكول الصحي وكل هذه الإجراءات. تفضلوا معنا. جملة من الإجراءات الوقائية اتخذتها مكاتب بريد الجزائر من أجل ضمان استمرارية الخدمة وحماية مستخدميها وزبائنها من تفشي وباء كورونا. الجزائر وفرت لجال بور جال فاسونال، وميم الزبون عنده القرعت على لجال فليجيشي. كل عملية تخلص الزبون لاجون تاعنا تغسل يديها بالجال، وقاعد دايرين لي بافات وفروا لهم كاع لي بافات وشاك فان جورني يتما ينقوا كاع لي البيرو. ما يدخلوش الزبائن كامل المكتب، يجي هنا لاجون سيكيورتي يعطينا تيكي تاع النيميرو تاعك، باسكو كاين عندهم هذيك الكونتور تيكي. الخدمة يعني في مستوى، النظافة موجودة، ويعني ما عندنا ما نقوله، يعني حاجة ما شاء الله. ولرفع الضغط على مكاتب البريد وتجنب التقارب الاجتماعي ينصح باستعمال الموزعات الآلية أو استغلال الخدمات المتوفرة عن بعد. في لابوس جاي على الطريق والغاشي كثر فيها، يفو ميو انا لاكارت مانيتيك نستعملها لهنا. انا نستعملها لهنا باش نقص عليهم الدق. مؤسسة بريد الجزائر بتوفير عديد من الخدمات الإلكترونية عن طريق عديد من القنوات، الهاتف النقال، الانترنت، شبابيك الاوتوماتيكية، وذلك لتفادي الزبون من تنقل إلى مكاتب البريد والاحتكاك مع الأشخاص الحاملين لهذا الوباء. و
ورغم الإجراءات الوقائية المتخذة داخل مكاتب البريد، يبقى على المواطن التحلي بالوعي واحترام التباعد الاجتماعي، واجب للحد من إعادة تفشي جائحة كورونا. كانت إذن هذه بعض الإجراءات داخل مراكز البريد، وحتى تحطنا أكثر في الصورة سيدة تومي عن كل هذه الإجراءات الوقائية. كنت طلبت من اللجان الأحياء وكذلك الجمعيات التدخل من أجل المساعدة، ليس كذلك؟ كان عندهم إقبال وتقبلوا الفكرة؟ كيفاش يعني تقبلوا الفكرة هذه؟ كان فيه صدى جد إيجابي بالنسبة لهذا الإجراء التي أو الدعوة إن أمكن التعبير التي قمنا بها عبر كل منصات الإلكترونية. دعونا كافة الجمعيات للعمل جنب إلى جنب مع عاملي مؤسسة بريد الجزائر، كون المؤسسة يعني لم تقفل أبوابها ولو ليوم منذ بداية الجائحة. هذا أمر جد مهم يجب أن أذكره اليوم، كون قطاع البريد قطاع حيوي لا يستغني عنه المواطن في حياته اليومية. يعني لا نتصور أن يكون فيه انقطاع للخدمات البريدية، كون الخدمات البريدية هي التي توفر للمواطنين رواتبهم معاشاتهم، وهذا بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى، لكن هذه الخدمات هي ذات طبيعة حيوية. نعم، دعينا المؤسسات كما قلت، وكان فيه استجابة جد إيجابية. جميل. عبر كافة التراب الوطني، كان فيه تنظيم للطوابر، كان فيه توزيع لكمامات، تعقيم لمكاتب البريد، وأنا يعني أدعوهم من هذا المنبر لمواصلة تكثيف الجهود مع عاملاتنا وعمالنا لمواصلة تقديم خدمة بريدية مع احترام كل الإجراءات الوقائية. كان إجراء دعوة الجمعية ولجان الأحياء من بين العديد من الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة، واللي يعني كانت متخذة لمجابهة في كل مرة ظرف معين. كمثلا في بداية الأمر، في بداية الجائحة، استحدثنا طريقة التفويض الاستثنائي بالنسبة للمتقاعدين، وهي يعني ان فورمولير استماره يملاها المتقاعد وتستعمل لمره واحده فقط، يعطيها لابنه او جاره، يكلف اي شخص يريده بان يقوم بسحب معاشه بدلا عنه. نعم، وهذا ضمان لسلامه خصوصا صحه كبار السن. أكيد. وكان اجراء استثنائي اخر اللي عرفه مؤخرا هو فتح مكاتب البريد استثنائيا يوم الجمعه اثناء صب معاشات التقاعد وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصه، واكيد القصد كبير عند المواطنين واستحسان لدى مراكز كل مراكز البريد. نعم. خصوصا لدى المراكز الكبيرة التي تشهد إقبال. نعم. كذلك سيدة تومي. نعم. نعم. هذا الإجراء كان في كما قلت في فترة صب معاشات المتقاعدين، اللي هو برنامج تم تغييره أيضا لمجابهة فيروس كورونا. يعني كان متقاعدين في الماضي يتلقون معاشاتهم في ظرف 4 أيام، الآن وضع برنامج جديد، أصبح المتقاعدين يتلقون معاشاتهم في ظرف 9 أيام، هذا لتخفيف الضغط على المكاتب البريدية. وكذلك يتم فتح المكاتب البريدية في الفترات التي تعرف ضغط كما قلت، يوم الجمعة، لربما تنقيس من الضغوطات التي الإقبال الكبير على المكاتب البريدية. نعم، يحضر معنا ضيفي البلاطو آخر هو السيد مصعب حقدالي. مصعب حقدالي، وهو نائب رئيس الجمعية الولائية لحماية المستهلك لولاية المسيلة. مرحبا بك معنا. شكرا جزيلا. أكيد راح تشاركنا في الموضوع طبعا، وعن كل عملية التحسيس والتوعية اللي تقوموا بها في الميدان. نرجع لك وراح تشاركنا في الدردشة طبعا. لكن قبل هذا نروح ولو لمحة فقط صغيرة سيدة تومي عن الرقمنة ودورها الكبير في كل يعني القضاء على كل هذه المظاهر، ليس فقط على فيروس كورونا وتنقل العدوى، لكن حتى مستقبلا بحول الله تعالى التنظيم، عملية سحب الأموال تكون في أكثر أريحية عند المواطن. نعم، إحنا كاستراتيجية لمؤسسة بريد الجزائر تبنت استراتيجية منذ فترة في رقمنة كافة خدماتها وإتاحة هذه الخدمات بصفة سهلة سلسة للمواطنين، وهم في بيوتهم، وهم يعني طوال 7 أيام على 7 و24 ساعة على 24، يعني عدم التقيد بأوقات عمل مكاتب البريدية، عبر عدة منصات، عبر
المواقع الإلكترونية عبر الهاتف النقال، عبر الشبابيك الآلية وغيرها. هذه الخدمات الرقمية اللي من شأنها أن تجنبنا العديد العديد من المشاكل، كمشكل السيولة التي عانينا منها في الأشهر السابقة، وتسهل الأمور على المواطن أكيد. ونحن نعرف أنه في ظل جائحة كورونا تداول الأوراق النقدية هي من العوامل التي تنقل العدوى أكيد. يعني استعمال الخدمات الرقمية في الدفع تجنبنا استعمال السيولة في حياتنا اليومية، وهذه من سمات المجتمعات المتطورة. إحنا كمؤسسة ومؤسسة عمومية نفتخر أننا تمكننا من تطوير كافة منصة رقمية يعتمد عليها، يعني منصة رقمية تخضع للمعايير الأمنية الدولية. من خلالها طورنا العديد من خدمات رقمية. إحنا ماذا بينا الآن أن المجتمع ينضم إلى هذا التوجه ويتبنى هذه الطرق العصرية في التعامل، يعني في دفع الفواتير، في الدفع، في تحويل من الأموال من حساب إلى حساب، العديد العديد من الخدمات التي تسهل فعلا حياتنا اليومية. شكرا لك. أكيد أنا حسأل مصعب خصوصا عن الرقمنة، وقالت يعني نقطة مهمة جدا عدم تداول الأوراق النقدية خصوصا في ظروف الراهنة، لأنها تساهم في نقل العدوى، أليس كذلك؟ وبما أنكم جمعية حماية المستهلك. نعم، وهو كذلك. نحن كجمعية حماية المستهلك لعبنا دور أساسي وكبير خلال جائحة كورونا، تمثلت في تنظيم عمليات تحسيسية والتوعوية عبر مراكز البريد، أسواق العمومية، في المقاهي، في وسط المدينة، في جميع المراكز يكون متواجد فيها المواطنين بكثرة. تمثلت العملية التحسيسية في توعية المواطنين عبر إلصاق مطويات متمثلة موجودة فيها يعني جميع المعلومات الكاملة اللي فيها أعراض مثلا كورونا. طبعا هذاك النموذج هذاك اللي رانا نوزعوا فيه حنايا في المقاهي وفي الأماكن العمومية. حتى كان لنا دور في تنظيم طوابير الانتظار في مراكز البريد، بريد الجزائر او اتصالات الجزائر او في اي مكان تواجد فيه الاكتظاظ والاجتماع يعني. جميل، يعني دخلتوا حتى في مراكز البريد، حتى في مراكز البريد طبعا على مستوى في بعض البلديات ولايه المسيره طبعا. نعم، جميل جدا. بالنسبه لخروجكم للميدان وانتم تكونوا على احتكاك مباشر مع المواطنين، طبعا احتكاك مباشر، تلقاوا يعني هذه المسؤوليه وهذا الوعي عند المواطن، ام انه خصوصا عند التجار تلقاوا تجاوزات؟ طبعا في موجوده في تجاوزات، ولكن يكمن دورنا احنا الأساسي يعني توعية المواطن ثم توعية التاجر رفقة شركائنا مثل في المجتمع المدني منظمة حماية المستهلك أبوس، نوجه لها التحية، أيضا مديرية التجارة، أيضا مديرية البريد والمواصلات، يعني عن طريق الأعوان يمشوا معنا، يعني نمشي وإحنا للأسواق، المراكز التجارية، المحلات، في يعني صفحتنا الرسمية إحنا والناشرين فيها جميع النشاطات تاعنا اللي نمشوا فيها ونتحركوا وندوروا ونمدوا ونوعوا المواطنين، حتى فيها حتى توزيع كمان ما تقدمنا كما ما توزعناها على المواطنين اللي اشتكوا وقالوا بلي فيها ازمه وكذا، احنا وصينا ودينا لهم كما ما طبعا. نعم، ابرز المخالفات ربما اللي تلقوها على ارض الواقع، خصوصا احنا نتكلموا الان على تفشي فيروس كورونا، لانه للاسف نشهد ارتفاع، ربما نقدروا نقولوا ارتفاع كبير مقارنه بالاشهر الفارطه. واش تقدروا تقول لنا المخالفات المهمه اللي تلقوها في الميدان؟ طبعا المخالفات هي عدم الالتزام بالقناع الواقي بالنسبه للمواطنين. احنا كي نقول لهم قناع الواقي كيفاش؟ قالوا باللي غالي وقالوا احنا يعطينا لهم فيديو يعني يقدر يصنع هذاك القناع الواقي بشكل بسيط ويقدر يعاقمه بشكل بسيط جدا. نعم، يعني ماهوش حتى كيما نقولوا حاجه صعوبه او حاجه مكلفه او جد، بسيط جدا، هو حماية له وحماية لعائلته وحماية أكيد. للوسط اللي راه يمشي فيه. وأيضا تجمعات عدم احترام المواطنين، كي نقولوا لهم ما تتجمعوش مثلا، ما تديروش تجمعات، ما تروحوش للأعراس، ما تروحوش كذا، يخرقوا القانون، يخرقوا القوانين كما هكذا. ولكن للأسف هذا ما يؤدي إلى الجائحة أنها تكبر والإصابات تزيد والمستشفيات يعني يكون فيها اكتظاظ كبير، وبعد للاسف الشديد يتحملوا يعني المسؤوليه، حتى المواطن يتحمل ايضا المسؤوليه. اكيد نصب كبير من المسؤوليه يتحملها المواطن، خصوصا لما نتكلموا عن التقيد. احنا كنا تكلمنا عن مراكز البريد السيده تومي، وكثير من الاحيان نشوفوا انه هذا اللاوعي عند بعض المواطنين، ما نقولوش كل المواطنين، اللي ربما يؤدي الى انتشار مثل يعني انتشار كبير للفيروس. وكنا شاهدنا كثير من الطوابير الطويله
تداول كبيرة بالرغم من أنه مكاتب البريد مفتوحة طيلة أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة، وكانت استثنائيا فتحت لصب المعاشات ذوي الاحتياجات الخاصة والمتقاعدين، إلا أنه المسؤولية تقع على المواطن كذلك. أكيد بالدرجة الأولى كما قلتي أشكر الأخ على تدخله لأنه تطرق إلى نقطة جد مهمة هي درجة وعي المواطن. المواطن يعني يجب أن يعي أن هذه الإجراءات الوقائية هي في صالحه بالدرجة الأولى، حفاظا على سلامته حفاظا على صحته. يعني بالنسبة للمكاتب البريدية كما قلت في السابق يعني هي مكان مغلق لا يجب أن يتواجد فيه في نفس الوقت جائحة كورونا عدد كبير. احنا في الفترات التي تعرف إقبال كبير للمواطنين يعني نتجنب أن يدخل عدد كبير من المواطنين المكتب البريدي، كان فيه نظرة سلبية إذا أردت يعني ربما سيدة حكم سلبي ربما تخوف من عدم وجود سيولة، لكن اليوم الحمد لله حتى وزير المالية قال لك أنه كانت ظرف اقتصادي واليوم في تحسن. في تحسن أكيد أنه النشاطات الاقتصادية عاودت رجعت وستختفي هذه المشكلة إن شاء الله، إن شاء الله بحول تدريجيا. لكن كما قلت الحل أمثل لمثل هذه المشاكل هي الرقمنة. أعود وأكرر أنه استعمال الرقمنة في حياتنا اليومية يجنبنا من الاستعمال التعسفي الذي نشهده حاليا، استعمال تعسفي للسيولة. نعم يعني شكرا هي اللي تخلق هذه المشاكل. شكرا لك مصعب. ربما في الأخير واش تقدر تقول لنا عن كل النشاطات اللي تقوموا بها، ولو تحدثنا ربما في عجالة عن الشركاء الاجتماعيين اللي راكم على اتصال معهم خصوصا من الجمعيات المحلية اللي تقوموا بها معهم في نشر الوعي عند المواطنين الناس المساهمين أكثر. نعم كل جمعيات المساهمة اللي معنا احنا وكشركائنا يعني راهم يقدموا في جهد كبير يعني كيما نقولوا ربي يجازيهم كل خير في متمركزين ومتوزعين في جميع الأحياء والله في جميع المدن جميع البلديات على مستوى إقليم الولاية اللي راح تكون فيها اكتظاظات راح تكون فيها تجمعات راح تكون فيها في أي مكان، وإحنا بطبيعة الحال نساهموا في الوعي دائما نساهموا في الوعي ونعاود ونكرروا أنه المواطن هذا لازم هو مسؤول وشريك أيضا فعال في داخل المجتمع بيحمي نفسه ويحمي عائلته، هو ايضا يعني كما نقولوا مسؤول درجه اولى. نعم شكرا لك سيد مصعب، كنت معنا عبر هذا البث المباشر من برنامج صباح الخير يا جزائر وعلى كل هذه النشاطات اللي تقوموا بها في الميدان. شكرا لك، نلقاك في فرص اخرى بحول الله تعالى. شكرا لك. ناخذكم الان الى موضوع مع زميلتنا سميره بنيخ. تجربه فنيه عمادها الطبيعه والتراث، حجارة صماء يعطيها عمي فريد روحا من خلال مواد طبيعية ولمسات بسيطة تنطق جمالا تسر الناظرين. البداية هذه تاع الهواية سيت باسيون لي تري تري زونسيان دو بيسك جو سوي ني ا سيديش سي تادير لا شومام كي تي ديفون موا من تما جي غراندي ا بيجايا سي تادير من الواد تاع الشومام صبحت مع البحر، من البحر تاع بجايا قريت في بومرداس دونك اونكور البحر يتبع فيا اي كي بديت تخدم ثاني صبحت في تيبازا دونك البحر غير يتبع فيا هكايا ملي كنت صغير. والهوايه هذه دونك كما قلت لكم تاع رمسي لو غالي ترافاي افيك لو غالي سي دوبوي ان بون بو تو اي سني كو اون فوا كلي بري ما روتريت كو لي شوز اون كومونسي ا بويوني بداو يخرجوا كي نخرج اون فاكونس مع دراري وكلش بديت نطلع حجرة فوق حجرة حجرة فوق حجرة وحتى صبحت ندير الأمور. وواحد من بناتي اللي قالت لي علاه درك خبيت كاع هذوما الحجرة هذوما كاع في الدار وعلى ما تبارطاجيش وعلى ما تديرش مع الناس. هاي كيفاه جات يعني الفكرة. كل قطعة تروي حكاية استمد هذا الفنان فصولها من الواقع المعيشة، فهو يمارس الفن ويحيي التراث. ما
نستعمل آلات تاع اليوم سيتادير نوميريك نستعمل لي زورديناتور pour faire le travail de truc et donc c'est un mariage entre la nature brute et la technologie. Le deuxième thème qui m'est très cher, ce sont les sites et monuments. Les sites et monuments, bledna arida wasa وين تحط يديك في لاكار تاعنا تلقى تاريخ تاعنا كبير تلقى تقاليد تاعنا كبيره تلقى ثاني لي مونيمون اي جوم جي ديكوفير سيت مونيمون كي سون انفان اي دي باريس دوت زوندروا ما قمناش بهم بعض من دونك جي سي دو ترافايي دو سورت اسكو سي زوندروا لا نعاود نبنيهم نعاود نعطي لهم اون فاصون دي نوت ليكتور فور لي زونفون اي فور لي غران زونفون. افكار متنوعه لاستغلال احجار الشاطئ في اعمال فنيه ويدويه جميله قد تكون مفيده ايضا في الحياه اليوميه، كما يستخدمها هذا الفنان لتطوير الانتباه والذاكره والمهارات الحركية عند الأطفال من خلال ورشات. سمعت بلي كاين لوحات فنية نجمو نخدمو لوحات فنية، حبيت نجي لهنا باش نسيي نتعلم. تدني ممتعة نورمال نسي بالفن أتونا نسي نخدمو زعما شجرة بالحجر فلي نسي مهم نديرو لوحة فنية. دخلت جديدة جيت باش نخدم أزهار أجدة أشجار نخدم كل حاجة Alors, ce que j'essaye de faire avec les enfants, c'est de leur demander de faire une pause et de venir un petit peu vers moi et de se rapprocher de la nature parce qu'ils vont travailler avec des planches que j'ai réalisées, des planches que j'ai faites moi-même, mais cette fois-ci, il a donné main. La planche a été d'eau. Donc, ils stamment l'argent, l'artop, le tesson, le coquillage. Il va travailler avec les choses de la nature qu'il va toucher avec ses propres mains. Et là, il va faire réaliser quelque chose. Il va finir par faire quelque chose, donc il va finir par réaliser quelque chose, mais il va le faire avec ses propres mains. Donc, si l'enfant travaille avec la nature, ça veut dire tout simplement que tous les sens théâtraux vont bouger. يسعى هذا الفنان دوما للفت الانتباه إلى التراث وللطبيعة ومواردها وأيضا لمد الجسور بين الأجيال قصد المحافظة على الذاكرة والتقاليد. عندي لي جيشي كوتيم، لي جيشي كوتيم سي سكو فواي جوست ديرير موا، لي كوتيم التقاليد تاعنا باش ندير دي باسيرين ما بين زمان اللي مورايا وانا وولادي باش نترانسميتي الرساله كيفاه كنا كيفاه رانا وكيفاه رانا عايشين في هذاك الوقت. سي سون دي سين دو في اوتنتيك فري، سي سون دي سين دو في كي نو رابيل اي كي نو فيون ترانسبورتي شي نو غران مير نو غران بارون. Et c'est pour ça que je n'ai pas voulu rater un petit peu ce vide, Hadali Mabin, Jdati Wana. J'ai voulu, disons, transporter un petit peu nos enfants vers le passé tout en étant dans le futur. معرفتنا للطبيعة وتناغمنا معها تبقى أولى الخطوات نحو مسيرة أفضل لتنميتها والحفاظ عليها.
من عالم الجمال والفنون والأحجار إلى عالم الاستشارة القانونية والقانون بعد الفاصل. وزميلتنا نسيمة خلفي، صباح الخير، مرحبا بك. صباح سعيد، كيف حالك؟ لاباس؟ نشيطة نسيمة دايما، حتى في المحاكم، حتى في المحاكم أكيد يسميوها مهنة المتاعب، أكيد لازم تكوني نشيطة. ما شاء الله عليك. الله يخليك. موضوعنا لنا هذا اليوم نسيمة مهم جدا، أنا لما قلت لي عليه في البداية يعني جتني غريبة نوعا ما، لكن راح قبالة يعني حجر. ظني الحجرة شيء آخر، هذاك حجز، هذاك حجز. يعني حتكلمينا عن الحجر، ما معنى الحجر؟ أكيد. قبل كل شيء تحية صباحية مرة ثانية ليك، تحية صباحية لكل أوفياء ركن القانون. الحجر كإجراء قانوني نديره في حالات محددة من أجل حماية شخص معين اللي ملكت العقل تاعه ولا ظروفه مش الصحية الجسمية، ظروفه العقلية تخليه ما يقدرش يدير تصرفات قانونية. مثلا الشخص اللي يكون معتوه، اللي يكون مجنون، اللي يكون سفيه. السفيه هو الإنسان اللي بدر وما على بالوش، ما يكونش واعي، يبدر أمواله. المجنون والمعتوه تقريبا نفس الشيء، ولو أنه درجة الجنون تكون بنسبة أكثر. نعم. مقارنة بالإنسان اللي يكون معتوه، يعني تقريبا نوعا ما كما نقولوا حنايا بالعامية جاي، يعني تقريبا ماشي مجنون ولكن ما يعرفش يتصرف. هذه هي الناس هذو نحميهم. علاش نحميهم؟ لأنه فيه ناس ربما يستغلوا وضعهم. نعم. ويديهم باش يقوموا بتصرفات قانونية. ناس صابوا نفسهم يعني بين يوم وليلة، ما عندهمش ممتلكات، ما عندهمش أراضي، ما عندهمش عقارات. علاش؟ لأنه الناس واحد أخرين استغلت ظروفهم وشافوا، ونضيف هنا كيقول شافوا ماشي فقط أنه يكون جنون، لعته أمراض مثلا كما الزايمر، كما حتى ناس كبر في السن. إيه. نعم. شوفي، كبر في السن قد يصل إلى مرحلة أنه يكون خرف. فهنا لازم شهادة طبية لتثبت الشخص، لأنه قادر الشخص 99 سنة ولا بس به، كل واحد وظروفه. فالأمراض هذه كما قلنا الزهايمر ولا مثلا باركنسون تمس ملكة العقل، تخليه ما يكونش واعي. فبالتالي إحنا باش نحميوه نديروا له الحجر، نخيروا له مقدم، واي شخص يقدر يكون المقدم، يعني من الاهل تاعو، الناس حابين يحميوه، وكيل الجمهوريه يكون كطرف اساسي في هذا النزاع، كيرفعوا دعوه على الحجر. نعم. باش يحمي هذا الشخص، نحميه من التصرفات. نعم نسيمة، حتى يعني نبسطوا الامور، اي شخص يقدر يتقدم ويكون يقول لك انا نقدر ربما نحمي هذا الشخص، حتى لو كان ما يكونش ابنه، اخ. اكيد. انا جارته، كنا تحدثنا في الكواليس انا وياك. نعم. جارته، ولكن شفت شخص معين، شخص معين هم يستغلوا فيه، فممكن ان يتقدم بدعوه باش نحميه، ما كان حتى شخص ربما اللي يحمي. فنقدر كل من له مصلحة، كل من له مصلحة من قريب أو من بعيد، ممكن أن يرفع دعوة من أجل حماية هذا الشخص من ما هو مصلحة. بطبيعة الحال دائما إحنا في الجهات القضائية يقول لك وارث ولا. نعم. يكون له ولا أي شيء من الأقارب تاعه باش يجي ويحميه بطبيعة الحال. فكل من له مصلحة ممكن أن يرفع دعوة الحجر. ونظرا لأهميتها دعوة الحجر، الحكم اللي راح يصدر راح يخلي الشخص اي تصرف يقوم فيه فيما بعد باطل بطلانا مطلقا. اديته حجرت عليه، صدر حكم، رحت اديته خليته باع ولا خليته وهب ولا دار اي تصرف، يعتبر باطل بطلانا مطلقا. وعلى هذا يشترط القانون في الحكم بالحجر ان يتم شهره في الجرائد، في الـ في الـ في, الـ في الاعلانات. علاش؟ باش الناس كلها تعرف فلان تم الحجر عليه، وبالتالي ما يستغلوش الناس يجيبوه ويخليه، واذا يبرم تصرفات قانونيه من اجل حمايته. فيه من الناس اللي طرحوا اسئله ويقول لك مثلا انا ما كنتش على بالي بلي الشخص هذا راهو ربما يعاني من ظروف او من ملكه العقل تاعو راهي متعامل معاه. لا مش يتعامل معاه. استغلوني وجابوه وربما قاموا بتصرفات. يمكن حمايه حتى التصرفات اللي قبل صدور الحكم بالحجر، ولكن لازم اثباتات، لمثلا شهادات طبيه لتثبت الشخص مثلا انه في حاله خرف، او مثلا حتى ولو انه يعني بين قوسين في كثير من الاحيان امام الجهات القضائيه يعتمدوا على الشهاده، ولكن انا ارفض الشهاده وحدها، لانه الامور هذه تاع الشخص هي امور تقنيه، لازم خبره طبيه. ما تجيب لي الشهود مثلا شخص مثلا في مرض زايمر، الانسان يمر بعده مراحل. المرحله الاولى يبدا النسيان طفيف، وبعد يولي ينسى الاهل تاعو، يرحل الى مرحله ثالثه وين يوصل الشخص هذا ما يعرفش نفسه، ما يعرفش شكون اللي حوله، ما يعرفش حتى ياكل، حتى كي تعطي له حاجه ما يعرفش كيفاش مثلا يبلع ولا يدير اي شيء. فانت ماكش يعني مؤهل ان صح التعبير كطبيب او مختص باش انت اللي كشاهد مثلا انا كنت لقيت بشخص معين ظهر لي بالانسان ينسى، ولكن ماهوش يعني كدليل ممكن يعني اني نقول انا شخص هذا راه مريض،
احنا يرانا كاشخاص عاديين نتعرضوا لكذب احيانا ننساو مثلا شخص يدخل الغرفه ينسوا شنو هو راح يدير نظرا لانه الانسان يكون عنده انشغالات الحياه انشغالات بطبيعه الحال. فأنا يعني قلت لك نرفض مساله انه تكون فيه شهاده شهود لان الشهاده ما تكونش دقيقه وما تحددليش الشخص هذا وقتاش مرض. لهذا يفترض دائما في الامور هذه انه تكون عن طريق يعني خبره تقنيه طبيه. الشخص هذا اذا حتى لو كان مثلا كان توفى ولا الشخص مثلا قام بتصرفات وحنا حبينا نثبتوا انه الشخص وقت ما برم تصرفات كان ما كانش لاباس به يعني ملكات العقل تاعو ما كانش سويه لازم نجيب شهادات طبيه وندير تقرير تحقيق طبي لهذه الشهادات من خلال كذلك الفحوصات اللي كنديرها مسبقه الاشعه. شوفي ربما نقول لك اشعه تقولي لي علاش نقول في مرض الزهايمر سبحان الله الاشعه اللي يديرها تاع الراس تثبت الشخص اللي كان مريض ولا لا علاش لانه تشوفي فراغ في الدماغ تاعو سبحان الله. فبالتالي اذا يعني الشهادات هذه الطبيه ناس مختصين في الميدان يقدروا هما يعني يقولوا لك وقتاش بدا المرض. فبالتالي من خلال تقرير هدايا والتحقيق اللي يقوموا به ناس مختصين نقدروا نبطلوا هذا التصرف اذا ثبت انه الشخص كان بدا يعني لسنوات وثبتنا انه في السنوات هذه كان مريض. نعم في الاخير ربما سي مشتفى تقولي لنا في هذا الموضوع طبعاً. خصوصا في كثير من الحالات يستغل الوالد نسيمه حتى يعني الاقرب الاقربين يستغلوا من طرف استغلوا الابناء استغلوا الابناء استغلوا الزوجات يعني عائله صابوا روحهم مطرودين في الشارع. لماذا؟ لانه في اخر المطاف صابوا بانه الوالد تاعهم صوري مثلا هب ولا باع ولا هو شخص اصلا ما كانش سليم العقل. فواش ننصحهم انهم اذا كان الشخص مازال حي وكنتوا شفتوا اضطراب في التصرفات تاعو روحوا حميوه ديروا حجر ماشي عيب ماشي معنى قال بابا مثلا كثير الناس يقول لك كيفاش انا بابا الحجر عيب عليا نحجر لا تاك تحمي فيه صح. اذا ثبتنا انه الشخص هذا ماهوش حيتصرف باش تحميه الناس ما تستغلوش. شكرا. اذا كان توفى فممكن فيه اجراءات اللي تتبع فيما بعد حتى قبل صدور الحكم بالحجر. شكرا لك نسيمة فهمتينا في هذا الموضوع. اكيد انه كثير من المشاهدين اليوم حابين يعرفوا اكثر ربما في في الايام القادمه في اركان لاحقه راح نفصل في دائما في مواضيع محدده أكثر. اذا كان ما وصلتهمش فكره فممكن أن نفصل. شكرا لك نسيمة وبما عفو. أنك وطنية وتحبي الجزائر حنهدي لك هذه الأغنية الوطنية من عملاق الأغنية الجزائرية رفح درياسة.
من الشمال إلى الجنوب، إشراقة صباحية لكم أينما كنتم مشاهدين الشق الأخير من البرنامج في العيادة الطبية. والدكتور فتي حسعد، مرحبا بك، صباح الخير، كيف حوالك؟ صباح النور، والله الحمد لله. الحمد لله. اليوم دكتور راح نتحدثوا عن اعراض كورونا واعراض نقولوا الانفلونزا الموسميه وانطلاق الحمله الوطنيه للتلقيحات ضد انفلونزا الموسميه. تفضلي دكتور. شوفي الحمله انطلقت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، بزاف اللي قالوا شغل جات شويه اون روتار، اون فان كونت نو، لانه العام اللي فات مثلا بديناها 11 نوفمبر، لانه على حسب الجو على حسب الطقس. نعم. تما ما راناش مازال ما بداش البرد، تما باسكو لانه لا غريب سيزونيير، تما الانفلونزا الموسميه عندها علاقه بالحاله الجو، تما قد ما يكون تبدا البروده راح ينتشر الفيروس اكثر. دونك بما ان مازلنا الحراره يتو، دونك ما نخافوا، تما رانا اون بلان دودون. تما لانه وعلاه انت كي ديري لو فاكسان، كي ديري التلقيح، الاجسام وشنو هو المغزى انت باش يكون عندك اجسام مضاده ضد الفيروس كي يدخل في جسمك. دونك لازم الوقت، تما الاجسام المضاده باش يتخدموا لازم مع الاقل 10 ولا 15 يوم ولا. دونك هذاك هو كي تبداي لا فاكسيناسيون دركا من ديسمبر يدخل الفيروس يكون بالاكثر، الناس يكونوا عندهم ديجا تم الوقايه. نعم. هذه هي اللي باش نتكلموا على الاخر الانفلونزا الموسميه. نعم دكتور سعدون، فقط يعني شهدنا مؤخرا كثير من الاشخاص يسالوا عن اللقاح الموسمي ضد الانفلونزا، رغم انه الاعوام الفارطه كانوا يقول لك نتجنبوه، لكن هذا العام راهم يحبوا يقبلوا عليه بشيء رهيب. هذه هي. نعم. جوستومون، وعلاش قلت قالوا بلي بطاو فات كنت برانا في الاخر كيفاش يقولوا في لي زانترفال. كما قلتي كانوا الناس ما يديروش بزاف، ما يحوش على، وعلاش واش يقول لك؟ يقول لك جو بريفير نمرض لا غريب، انا نمرضها تاع الصح وندير المقاومه وندير، باسكو انت هذوك الاجسام المضاده ينفعوك لهذاك العام. وبما انه الفيروسات يتغيروا، عندهم هذه الميزه تاع كيفاش يقولوا لها تما يتغيروا. اه لا ميوتاسيون. دونك على بها شاكاني لازم لنا فاكسان جديد نديروا الاحتمالات زوج ثلاثة، جينيرالمون نديروا زوج ثلاثة فيروسات في نفس اللقاح. نعم. أبوبخي على حساب اللي جا العام اللي فات واللي جا له العام اللي فات، نديروا الاحتمالات، نقولوا إلا جا هذاك، هما مجموعة تاع أفراد عائلة، اليوم جاني هذا غدو يجيني هذا، تما كي ندير الاحتمالات نعرف أبوبخي شكون راح يجيني هذا العام، على بها نوجد اللقاح بزوج ولا ثلاثة أنواع على أساس هذا العام احتمال هذوما اللي يكونوا. دونك كي نديروا هذاك اللقاح سي باش نديروا هذوك الاجسام المضاده، ولكن سي فغي واحد يكون اون بون سونتي، واحد يكون صغير في العمر ما عندوش امراض مزمنه ولا يقدر كيما هكذا يستنى حتى يمرضها هو وخلاص. حنا نديروا الوقايه للناس اللي عندهم المناعه تاعهم الامراض مزمنه، ولا عندنا اون بوبولاسيون، عندنا دي بوبولاسيون تسمى الجمع، عندنا الناس اللي كبار فوق 65 سنه اللي على الاساس اللي فوق 65 سنه بداوا ينقصوا شويه المناعه تاعو، ولا عنده امراض مزمنه السكري ولا القلب ولا اللي عندهم الرب واللي عندهم. نعم. الضيقه ولا اللي عندهم لي فامون سانت ولا اللي عندهم امراض تما فئات معينه هذوك باينين. ودركا دخلنا في الفئات هذوك دخلنا السمنه، دخلنا لوبيزيتي ولا تعتبر من عوامل الخطر. نعم. للامراض وكامل الامراض حتى الكانسير زعما حتى السرطانات، لقينا بلي لوبيزيتي موربيد هذه ولا تتشكل ان فاكتور دو ريس، عامل تما خطر. اما لا دونك هاد المره زدنا ميم لي زوبيز، وجينيرالمون شكون نديرو؟ كنا نديرو في لي ديسبونسير، عندنا دي ديسبونسير، عندنا دي سبيسيفيك تما اللي يديرو لا فاكسيناسيون. دونك الناس يجوا لتما وتما نديروها على فترات، لانه كي تبدا درك الحمله تخلص في مارس ماشي في يوم واحد. نعم. على بها ناخذوا نقولوا 5 10 10 ولا تما. المشكل كان كنا نقولوا لهم ما تروحوش كامل باش تفادي الاكتظاظ، معليش شوفوا الطبيب تاعكم المعالج يديرها لكم في اوردونونس ويديرها لك هو، ولا يديرها لك لو فارماسي ولا يديرها لك طبيب، وشنو تحترمي برك المسافه كي تخرجيها تما لا شين دو فخوا ما تديهاش برك. اه صافي كنا نقول لهم ما تروحوش، وللاسف هذه المره واش صرا؟ الفاكسان، لانه الفاكسان مش احنا نخدموه، احنا نشروه من عند الدول واحد اخرين، اللي احنا واش كاينوا في لاكارت شيفا كاين لو تريفالون تما، وعلاش عوام
وانت تروحي مام اي انسان يحب يشريه سي رومبورسي سي رومبورسي. هذا العام صرا مشكله لانه واش باعوا لنا لو تي ترافالو تما ما يشبهش الاخرين. دونك حنايا سيدي نوموكلاتور تما حنايا لاسيغونس مالادي تو عندنا قائمه. ربما هذا التلقيح اكثر فاعليه بما انه كاين فيروسات اخرى راهي. لا هو نفس الشيء مازالوا مازالوا تاع الانفلونزا الموسميه. حاب يقول الا درتو راح نتفادى غير الانفلونزا الموسميه تاع هذا العام. حاب يقول ما تاع العام اللي فات ما تاع العام الجاي. ولكن قلت لك هذا لو سول بروبليم اللي صرانا هذه المره اللي شراوه كي شريناه لقيناه رجعوه تيتخافالو. تيتخافالو ما كانش في القائمه دونك ما تقدريش ترومبورسيه ديريكتومون. صافي دركا المينيستير تاع الوزاره والاخر ايتو راهم يديروا دراسه باش كيفاش اون فالو رومبورسي. ما كانش في القائمه هذا ما تسمى ماشي حنا اللي حبينا تسمى اللي تشرى ما كانش في القائمه اللي مولفين نشروه باسكو قائمه تسمى انتر سورتو لا كارت شيفا دركا. لكن على مستوى المستشفيات مجاني. لا المستشفيات مجاني لكن حنا نقولوا الاكتظاظ في هذا الظروف الاكتظاظ. دونك لازم اللي يخدموا في لي ديسبونسير يديروا نظام باغ اكزومبل يديروا فئات زعما نقولوا من 65 سنه 70 سنه نديروا لهم هذا الاسبوع. تما حنا لازم نصيبوا طريقه كيفاش فقط باش نستقبلوا ضيفه اخرى راهي تستنى للحضور معنا. حياه صباح الخير ومرحبا بك ركن اسرتي. كيف احوالك حياه؟ لاباس الحمد لله بخير. عيشك صباح الخير عليكم. صباح الخير دكتور. حياه راح تحكي الشريقه هي ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. حتى مواضيعها دكتوره احنا نستضروا مواضيع جامده. ما تجينيش انا نقعد غير نتبعها شغل لي كريديبل تمنيها لانه تبان هي صح هكذاك. نعم انسان كي يكون هو يترانسمي ميو سا باس. ولا هذا اليوم موضوعها هو حقوق الزوجة ليس كذلك حياة؟ صح. نعم فضلك. صباح الخير على مشاهدينا الكرام. واليوم احنا نهضوا على حقوق الزوج بعد ما هضرنا على حقوق الزوجة. والحاجة كما كانت تقول دكتور الواحد كيكون في هذا المجال المليح يكون هو هذاك الشيء باش اللي يكون يتوجه باش نوجهوه باش نقولوا له على حقوقه وواجباته ونحكيوا له باش ينجح في حياته الزوجية ولا اي كوتش ولا يوري لهم كيفاش ينجحوا يامنوا ويدير بالنصائح هذوك. على كل الصفات اللي يكون بها مهمة جدا في المدرب. حبيت نقول للازواج والزوجات يسمعونا مليح ويركزوا معنا لأنه حقوق الزوج هي القيادة. ربي عطى له القوامة. نعم. والقوامة هي ماشي قيادة. صفات القيادة غير القوامة. أنه تقوم هذا تكليف ليك باش نتايا هذه الزوجة تحترمها وهذه الزوجة الحقوق اللي هدرنا فيهم هذوك الواجبات اللي هدرناهم في الحلقات اللي فاتوا. وأنه تكون تقوم هذه العائلة وأنت تكون مسؤول عليها تكون قائد أكيد. وتحترم كقائد صح. وحقك تكون قائد. والكلمة الأولى اللي تشاورها مع مرتك اللي قلنا الحقوق تاعها أنه تحترمها تشاورها وتكون عارفة على الأمور. لكن في الأزمات الكلمة الأخيرة لك أنت. حنا في العامية يقولوا دكتور حياة شاورها وخلف رايها يعني هذا المعنى يقولوا هكذا. نعم. علاش؟ لانه الكلمه الاخيره للزوج. نمدوا مثال اللي يقود الطائره. اللي يقود الطائره يكون كاين اثنين من اللي ياخذ القرار كاين واحد. اذا كانت ازمه انه سمعنا انه واحد من اللي يقودوا الطائره مات الثاني هو اللي يتكفل بالمهمه. جاتو سكتة قلبية حكموا بانيك ولا ما هيش عارفة جات عفسة هكذا كاين آخر. نفس الشيء في المؤسسة تاع الزواج. نعم. القيادة للزوج حقه هدايا. نفس الوقت يشاور المرأة أنه المرأة تكون على دراية بالأمور اللي راهم كاينين وش راح نديروا كامل بصح القرار الأخير ياخذوا الزوج. ونفس الوقت من الحاجات اللي يكسب لها المرأة عاطفية. نعم فقط حياة ربما هنا حتى المرأة اليوم راهي قيادية بما أنها تربي تخدم برا يعني نقولوا المرأة راهي الكل في الكل. المرأة الكل في الكل. لي زوم سون ديفوني شويه ولاو تلقوها غير مسؤولين شويه بعض الاحيان ما نقولوش كامل الرجال راه يزعفوا علينا الرجال. لا صديق تلمون تكلوا باسكو الاتكال الاتكال يخليك باللي تولي انت تسامحي في تولي انت واش لازم ديري تكلتي صافي. يعني المرأة دوك نوضحوها تفضلي حياتها توضح لنا دكتور هذه النقطة نوضحوها. نعم تفضلي. ما راناش نقولوا المرأة ماشي قيادية ومسؤولة في البيت عندها واجباتها وعندها كاين امور اللي صراو بيناتهم. المرأة عندها احترامها نشاورها نحكي لها نحترمها عندها دراية بكل شيء. لكن في وقت الأزمات إذا كانت كاين حاجة لازم يهدرها هو ما وافقهاش عليها لمن الكلمة
للزوج. في الأخير من حقه تقولينا؟ من حقه أنه تطيعه، نعم. من حقه أنه تهتم ببيتها وتهتم بشكلها، تهتم بصحتها، تهتم بأمور بزاف اللي تخليه يكون قائد جيد. شكراً. وهو يهتم باش يكون قائد جيد. هكذا راكي اليوم راكي واقفة مع رجاله اليوم ساعة قاعدة فوقك ورجالها فرحانين بك. خير، شكرا لك دكتور. في الأخير واش تقدري تقولينا؟ واش نقول لهم؟ بروميييرمون اتمنى باش ما يخافوش يروحوا يديروا ديجا لا فاكسيناسيون، او موا ينقصوا الاخر الانفلونزا الموسميه. اكيد. وشوفي طرق الوقايه سي لي ميم تما. دايور سر باسكو لانه كيفاش يقولوا نصف الكره الشمال الجنوبي جازوا خلاص جازوا على لا غريب الاخر، لقاو باللي ما كانش عندهم نفس الاعداد كيما السنوات اللي فاتت. وعلى لانه نفس الوقايه تاع الكوفيد هي لا ميم، صافي ميم حنا رانا نستناو ان شاء الله بلا حيكون ديجا اقل عدد تاع الانفلونزا الموسميه. ان شاء الله تجوز خفيفه وان شاء الله يرفع علينا ربي هذا الوباء. شكرا لك دكتور. شكرا لك حياه. ربي يحفظكم. مشاهدينا ناتي الى نهايه عمري هذا البرنامج، نلقاكم غدا بحول الله تعالى. نشكر الفرقه التقنيه التي خدمتكم بكل حب في هذا اليوم، شكرا للمايسترو جهاد في لالي وكذلك للمايسترو جلال السيفي، وأشكركم. أنا دمتم سالمين غنيمين. إلى اللقاء.